الابليكيشن ده اول ما بتسطبه فينش فينش وتخلص بتاخد الكراك بتاعه اللي هو الفايل ده اللي هو الابليكيشن اكستنشن ده، تاخده كنترول سي، وبعدين بتروح على البروجرام فايلز اللي هي ال 32 بت اللي هي ال 86 دي، اكتب حرف الاس بس هيظهر لك حاجه اسمها ستراكشر بوينت، افتحها هيظهر حاجه اسمها الاس بي كولون. فبقول له كنترول في، الكراك بينزل. بعد كده بتفتح البرنامج، الايقونه بتاعته على فكره ما بتظهرش على الديسك توب، فانت هتعمل ايه بقى؟ ايكون سليم. كل اللي هتعمله هتلاقي الايكون بتاعته هنا، هي اس بي كولوم، تكليك يمين عليها وتقول له سند تو ديسك توب، بس هتلاقيها ظهرت على الديسك توب. هي دي الايكون اللي بيشتغل منها. تاني انت بعد ما تسطبه المفروض زي اي برنامج محترم ايه اللي يحصل؟ ان هو يروح على الديسك توب، بيبقى فيه ايكون تفتحه منها مش هتلاقي. فاعمل ايه؟ اخش على السي هلاقي الايكون بتاعته اهي اس بي كولوم. اكليك يمين عليها واقول له سند تو ديسك توب، تروح على الديسك توب، او لو انت عايز تفتحه كل مره من هنا بس ده حاجه صعبه يعني. فايه؟ افتحه من هنا. اول ما بتفتحه بيقول لك ايه؟ انا طبعا لما سطبته كان بيقول لي يو هاف 5000 داي ليفت فور ايفالويشن. يعني قدامي 5000 يوم ايفالويت البرنامج، يعني حاجه يعني زي ما انا عايز يعني. دلوقتي هم بقوا كام؟ بقوا 3233 داي. تمام؟ فتقوم تقول له ايه؟ انا هايفالويت، هيقوم يفتح معاك البروجرام بالمنظر ده. تمام؟ ده البرنامج، تعال نشوف ده برنامج بسيط وتافه مفيش ابسط منه، هم كله على بعضه خمسه سته ايكون. بس هو انا قلب لا انا عايز الناس تركز معايا بعد اذنك. كل واحد في معايا. شباب نركز مع بعض، كلنا نقفل اللابات بعد اذنك. كل واحد يقفل اللاب اللي قدامه. يعني يلا. بص كده بقى نركز مع نركز في البرنامج ده، برنامج تافه ما فيهوش اي حاجه. بص كده هو كله كام ايكون دول؟ اول حاجه اول اثنين ايكون اللي بنعرف منهم الماتيريال واليونتس زي اي برنامج، دول اللي بنرسم بيهم القطاع، دول اللي بنرسم بيهم تسليح القطاع، دول اللي بنحط بيهم اللودز. بص كده تاني، دول بتوع الماتيريال واليونتس اللي هما الاثنين دول، دول اللي بنرسم بيهم القطاع من شكلهم، يا بترسم قطاع يا مربع يا دائري يا ريجلر. دول اللي بنرسم بيهم التسليح من شكلهم، هنا دوت اسمه اول سايدز ايكوال، ده اسمه ايكوال سبيسنج، ده اسمه ده انت بتدخل له بقى الطوب لوحده والبوتوم لوحده، الرابع ده انك بتدخل له التسليح في الكوردينيت بتاعه، لو في تسليح مثلا في نقطه معينه تسليح باي شكل معين تقوم انت مدخله له بالشكل ده. دي لو انا عايز ادخل فاكتور لودز، يعني ايه التيميت؟ اي حاجه مضروبه في فاكتور. دي سيرفيس لودز لو انا عايز ادخل احمال ايه؟ احمال من غير ما تبقى مضروبه في اي فاكتور. فبرنامج بسيط وتافه مفيش ابسط منه. تعالى كده نبتدي نمسكها واحده واحده. اول حاجه الاي، لاحظ كده الوحدات هنا ايه؟ كي اس اي كيلو باوند بير سكوير انش، فانا بالتالي اليونتس دي مش هتبقى انا مش فاميليار بيها، فاقوم اخش على الاي اللي هو الانيشاليزيشن بتاع البرنامج، بيسالك على اسم البروجكت مثلا انا هسميه بي 1، بعد كده سوري انا هسمي المشروع ده بي 1، بعد كده مثلا انا هعمل الكولوم اسمه سي 1، الانجينير ممكن تكتب اسمك مثلا عمر اي حاجه. بعد كده بيقول لك الوحدات بتاعتك ايه؟ يونتس، اقول له لا انا مش عايزها انجلش، انا عايزها متريك، وحدات متريك. بيقول لك انت هتعمل انفستيجيشن ولا ديزاين؟ احنا نعمل ايه بقى؟ انفستيجيشن صح؟ انا عندي العمود صممته ومعايا حديده وعايز انفستيجيت بقى هيقدر يشيل الاحمال بتاعتي ولا لا؟ طيب بعد كده بيقول لك هو المومنت اللي عليه اباوت اكس اكسيز ولا واي اكسيز ولا باي اكسيال؟ لا هو باي اكسيال عليه مومنت اباوت اكس ومومنت اباوت واي. طيب بعد كده بيقول لك انت ديزاين اكوردنج لانهي كود؟ احنا ديزاين اكوردنج لانهي كود؟ الايجيبشن كود، الكود المصري. طيب هنيجي هنا ناخد حاجه جديده مع بعض. دلوقتي في ناس قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي مفيش كود مصري جوه، فاحنا هنعمل ايه؟ هنلعب في البارامترز بتاعت الكود الامريكي ونحولها له مصري. ازاي؟ يعني انا هاجي هنا اقول له ان انا هشتغل كود امريكي واقول له ايه؟ واقول له اوكي، واجي افتح الماتيريال هلاقيه بيطلب مني الماتيريالز اللي الكود الامريكي ايه محتاجه عشان يعمل بيها ديزاين. طيب احنا لما بنيجي نديزاين بنديزاين على اف اس يو بتاعت المكعب
ولا بتاعه السلندر المكعب. يعني انا اي قانون من القوانين بتاعه الديزاين كنا بدرتين الاكس يو اللي هي مبنيه على مقاومه مكعب 30 في 30 مكسوره. طب الكود الامريكي بيديزاين على مقاومه السلندر، فهنعمل ايه؟ انت لو الاف سي يو بتاعتك ب 30 كل اللي هتعمله هتدي له اف سي يو داش اللي هي بتساوي 30 في كام؟ بوينت 8 طلعت مثلا ب 24 ميجا باسكال. تمام؟ فانا كده مش هديله مقاومتي 30. انا يعني انا لو بطلع في الموتة بتاعتي بقول ان الخرسانه 30، يبقى اذا انا هحط هنا كام؟ اللي هي 30 مضروبه بوينت 8. طيب دي اول حاجه. بالنسبه للمودلس اوف بلاستيستي طبعا مش هيتغير. ليه؟ ده بروبرتي بتاعت ماده. حتى انت الكود المصري بتاعنا بيقول عليها كام؟ 4400 جذر اف سي يو مش اف سي يو داش. لو انت دخلت الكود الامريكي هتلاقيها 4700 جذر اف سي يو داش. هو كبر الرقم اللي بره ليه؟ عشان الرقم اللي جوه قل. فبالتالي انت لو جيت حسبت الاثنين مش هتلاقيهم زي بعض، بس هتلاقيهم قريبين جدا من بعض. فبالتالي تقدر تحسبها بالكود المصري وتقول انها 4400 جذر اف سي يو. تمام؟ دي اليونجز مودلز. طيب نيجي للماكسيمم ستريسز اللي بنصمم عليها الخرسانه. عمرنا ما بنصمم الخرسانه انها توصل لاقصى ستريس، دايما بناخد حاجه اسمها سترينس ريدكشن فاكتور اللي هو في الخرسانه كام؟ 1.5 صح. وفي حديد 1.15. مش بناخد فاكتور اوف سيفتي في الماتيريال وبنقول انا مش بصمم على اف سي يو، لا ده انا بقسمها على 1.5 ده الماكسيمم ستريس. طيب احنا بقى هنا هناخد اف سي يو داش مقسومه على 1.5. تمام؟ هناخد مقاومه السلندر مقسومه على 1.5. يعني ايه؟ يعني الكلام ده هيساوي 0.8 اف سي يو ده اف سي يو مقسومه على 1.5. هتلاقي الرقم ده بقى 0.533 اف سي يو. يعني انا امسك الاف سي يو بتاعتي اضربها 0.533 واقوم ايه؟ احطها هنا. تمام؟ طيب هو ستيل ايه؟ ده لو هو ستيل لا خرسانه، مش قلت هنقسم على 1.5؟ لا انا قلت هنقسم على 1.5 ده عشان خرسانه. طيب الحديد بقى لما ادخله الماتيريال بتاعته بقوم اخد فاكتور اوف سيفتي في اف كبير. هنا طبعا ما بضربش بوينت 8 ولا حاجه، لان مفيش لا سلندر ولا بتاع، ده هو سيخ بار وبتشده تشوف الاستريسز بتاعته بكام. طيب بعد كده البيتا. ايه البيتا دي؟ البيتا دي عامله حاجه، عارف انت لما كنا بنقول ان الـ A بتساوي 0.8 مضروبه في السي؟ الـ 0.8 دي هي البيتا. تمام؟ هي البيتا اللي هو عايزها. البيتا دي على فكره بتختلف مثلا من كود لكود، تلاقي في كود البيتا ب 0.85، البيتا ساعات تلاقيها 0.9، احنا عندنا بكام؟ ب 0.8 اللي هو ارتفاع الاستريس كورف. طيب تيجي بعد كده للالتيميت سترين. الالتيميت سترين اللي على الاعمده بكام؟ الكاميرات بتبقى 0.003 اللي على الاعمده 0.002 اقصى سترين في الاعمده. تمام؟ طيب الاف يلد بتاعت الحديد اتفقنا هتبقى كام؟ مقسومه على 1.15. بعد كده يانجس مودلز بتاع الحديد معروف انك بتجيب الحديد وتقوم تشده حد الفيلير وبعدين المكنه تقوم تطلع لك الاي. الاي غالبا بتبقى 200,000 نيوتن على المليمتر سكوير. تمام؟ انا محتاج بقى ادخل له كل الفاكتورز دي. عشان ايه؟ عشان اظبط ان الكود الامريكي دي جاب لي حاجه قريبه من الكود المصري. هديك برضو نوت كده، الجاما اللي احنا بنقسم عليها 1.5 دي اللي هي المعامل الستريس ريدكشن فاكتور ده بيختلف. لو انت فاكر زمان جاما كونكريت دي ليها قانون. كانت بتساوي حاجه فانكشن في الاي على التي، حاجه فانكشن في الاكسنتريستي بتاعت القطاع. فلو كان القطاع عليه سمول اكسنتريستي كان الرقم ده بيبقى 1.5، لو هو بيج اكسنتريستي كان بيبقى رقم تقريبا 1.35. يعني انتوا لو بترجعوا زمان في اول كورس خرسانه درستوه ده ما كونكريت دي كان ليها قانون. تمام؟ بس انا ايه بديك الهنت ده لا وخدتوها برضه في سنه ثانيه مدني اول كورس خرسانه، انا فاكر احنا خدناها ساعتها. مش دي على التي في اللي بتحدد اذا كنت انا هدخل الانتراكشن دايجرام او مصمم معاه؟ ماشي، ده دي حاجه ثانيه خالص. انا بتكلم في الجاما كونكريت. جاما كونكريت دي كبرات على طول 1.5 ليها قانون. كانت بتساوي تقريبا بالظبط كان 1.5 مضروب مثلا في اي على التي ناقص 2 على 3 حاجه زي كده يعني. تمام؟ فكانت انت لو
لو اي على التي ديت مش فاكر القانون قوي يعني عادي بعوض بالظبط كنت بجيب الاي كونكريت ليها قانون كده وبرده الدمستيل برده كان ليها قانون انا مش فاكره هو ايه بس انا بس بديك هنت عنه يعني. طيب تعالى كده نشوف انا بقى هتعامل مع الماتيريال دي ازاي. اول حاجه هقول له ان الماتيريال بتاعتي عباره عن 30 مضروبه بوينت 8. هنا مفيش كالكوليتور. طيب تعالى كده نقول هنا بيساوي 0.8 مضروبه في 30 ب 24. فهاجي هنا اكتب له ان الخرسانه مقاومتها 24 ميجا باسكال اللي هي مقاومه السلندر. طيب الاي بتاعت الكونكريت احط له هنا كام؟ 2.41. كام صفر بقى؟ 2 صفرين بس. ليه؟ عشان ده ميجا باسكال اللي هي نيوتن على المليمتر سكوير. طيب الماكسيمم ستريس وانا ما ينفعش اعدل في الايمج ولا ده؟ لا لا هي دي اليونتس بتاعته مش تقدر تعدل فيها. الماكسيمم ستريس زي ما قلت لك هيطلع رقم 0.5. يعني لما اجي اقسم 0.8 على 1.5 هتلاقي 0.533 تساوي الرقم ده مضروب في كام؟ في 30 هتلاقيه 16. فاجي احط له هنا كام؟ 16. البيتا اتفقنا انها 0.8 0.002 لما بنيجي نصمم على الالتيميت ستريم في الاعمده. الاف ييلد انا مثلا 400 فهقول 400 على 1.15 347 بعد كده دي عندك دي تقريبا 200,000. هو كان عاملها 199,995 وبعد كده اجي اقول له اوكي. كان في حد عامل زي بدي افايه للفاكتورز دي بس احنا يعني فهمنا جت منين. تعالى كده نيجي كان في هنا باين ده زمان بقى ايام ما كنا بنشتغل من الكاد نبعت للاكسل ومن الاكسل نبعت للاس بي كولوم. هنا دي الفاكتورز. بص هنا بضرب 0.8 في الاف سي يو هنا 0.53 في الاف سي يو هنا المفروض دي 0.8 مش 0.85 ودي المفروض 0.002 هنا اف يلد على 1.15 وهنا 200,000. طيب تعالى بقى نيجي هنا. انا كده عرفت ايه؟ عرفت اليونتس وعرفت الماتيريالز اللي هي تحول لي الكود الامريكي لكود مصري. طيب الخطوه اللي بعد كده ارسم القطاع. طيب تعالى كده نصمم عمود ما وليكن ما صممناش حاجه. طيب نفتح الاكسل شيت اللي احنا كنا بنعمل عليه ديزاين بتاع كولومز. اوكي كولوم رياكشن. بص كده هنجيب العمود اللي هو احنا كنا مطلعينها منين. هو لما احنا اشتغلنا رياكشنز اشتغلنا على انهي بلان؟ اشتغلنا على كورس مين؟ كان في كورس في النص. ايوه واحد اشتغلنا عليه في السابق. لا 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 ما طلعناش الرياكشنز بتاعته. احنا تقريبا صح؟ ده اللي كان سوليد وفلات. طب ثانية. احنا عايزين نتائج زلازل احنا عملناه لما كان. طيب انا اقول لكم حاجه Thank you.
طب بصوا شباب تعالوا نركز كده مع بعض، هنشتغل على المبنى ده. بصوا كده المبنى دوت المفروض كان واحد من البلانات المفروض كانت تتعمل هومورك، اللي هو كانت البلاطه بتاعته بالشكل ده، كان هومورك رقم 3 رقم 4 مش فاكر. طيب البلان دوت تعالى نشوف كده، انا كنت مدخل عليه ويند ديفاين دوت باترن وادي عليه ويند اكس معموله بالمنظر ده، دخل عليه ويند واي برده نفس الكلام معموله بالمنظر ده. بعد كده لو دخلنا على اللود كيسز ار اكس، لو انا عملت لها موديفاي اند شو هلاقي عليه ار اكس اللي هو ريسبونس سبيكترم بتاع الايجيبشن كود في اتجاه يو 1، بعد كده ار واي ايجيبشن كود برده في اتجاه يو 2 الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. انا بس عايز اتاكد ان الريسبونس سبيكترم موجود، عشان لو مش موجود طيب موجود كنت عامل له، يعني كنت خايف ان انا ما اكونش عامل له كونفرت يوزر ديفاين فاجي ايه يقول لي في مشكله فيه، لكن هنا ده معناه ان هو قاري الارقام وعمل لها سيف از يوزر ديفاين. طيب نيجي يبقى انا كده المفروض اتشيك على المودل واتشيك على البيز شير صح، يعني المفروض اكون عامل التشيكين دول قبل ما اطلع نتائج على الاعمده، يعني لازم كده اروح على ديسبلاي شو تيبلز واخش على اناليسز ريزلتس مودل ريزلتس مودل بارتيسيبيتنج ماس ريشوز. تعالى كده نطلع لفوق بص كده يو اكس 15 مود شيب وجايبه 66 يو واي 86 هنا 88، يبقى اذا المفروض انا اكبر الايه اكبر المودز واوصلها لحد ما توصل ل 90%، فالمفروض افك الموديل ده واوصله 90%. نفس الكلام هاجي هنا اقول له ديسبلاي شو تيبلز سم اوف مودلز في اكس وواي وار زد، بعد كده الرياكشنز وهتقوم مطلع البيز رياكشنز نتيجه لار اكس وار واي، هنا مطلع 89 هنا مطلع 112، المفروض اتشيك على القيمتين دول تمام. انا مش هفك الموديل عشان ما اقعدش استنى وقت، بس انت المفروض تكون عامل الكلام ده كله. طيب خلاص طلعت الكلام ده وظبطته، يعني قعدت انت زودت عدد المودز لحد ما وصلت 90% تمام. وخلي بالك ما يعني في ناس ساعات ايه تطلع يعني تقعد تزود عدد المودز لحد ما توصل 99%، لا ما تعملش كده. كده انت بتعمل ايه؟ الكود سامح لك انك توصل 90%، فبالتالي انا ليه اخد لود زياده؟ ليه اصمم العمود على لود زياده؟ الكود قال لي ايه؟ انت تقدر تكتفي ب 90% من البارتيسيبيتنج ماس ريشيو، ما وصلهاش ل 99، 90 وقف. ليه؟ ده معناها انك هتجيب اف بيز عاليه، فهيجي احمال على الاعمده عاليه، فبالتالي هتديزاين على لود عالي مع ان الكود مديك سماحيه انك توصل 90% وتقف. تمام؟ اه ما انا بقول لك يعني ما توصلش اوصل 90 وقف. في مره في جابوا معايا كومبين بنفس القيمه 62 و 61 طيب ماشي هتزودهم لحد ما توصل. حضرتك قلت سمشن ماشي، ما هو انت ما انا قلت سمشن ايه المشكله؟ ما كده كانوا معديين 100 ازاي معديين ال 100؟ عمرك ما هتلاقي معدي ال 100. لا هو انت بتخش فين بالظبط ديسبلاي؟ انت بتجمع اكس وواي يعني؟ امال ايه؟ بيجمع الكونتين بتاعت الاكس وواي. لا بص كده في هنا يو اكس وفي هنا يو واي وفي هنا يو زد، في هنا سم يو اكس، بص كده عمال بيجمعهم ورا بعض وبيقول لك كل ما بيجمع بتوصل لكام، فاكيد عمرها ما هتعدي. جمع انت دول واحد ورا الثاني كده وراه هتلاقيها بالرقم ده. طيب دلوقتي طبعا عملت التشيكات بتاعتي وخلصت واتاكدت ان الموديل بتاعي مظبوط، عايز اصمم الاعمده والحوائط بقى. تعالى نيجي اول حاجه، الصوت بعد اذنكم، تعالى نيجي اول حاجه للاعمده. دلوقتي افرض انت اخترت وقلت ايه؟ وقلت ان العمود دوت والعمود دوت والعمود والعمودين اللي هناك دول مثلا هم نفس القطاع، لا هم نفس القطاع، انت لسه ما تعرفش سيف ولا ان سيف، انت لسه ما عملتش ديزاين. تمام؟ اللي هما مكانهم فين؟ اللي هو مثلا
العمود ده والعمود ده والعمود ده، انت كنت صممتهم ان هما الاثنين ايه سي 1. خلي بالك بقى دول في ضرب مختلف غير ده، يبقى هتدخل دوت لوحده ودوت لوحده ليه؟ عشان اللودز ما تتخبطش مع بعض، يعني ده هيكون بيبين ام 1 وام 2، الثاني يكون بيبين ام 2 وام 1، فبالتالي انت كده هتلاقيك بتصممهم كانهم هما بالظبط. يعني انت عندك حاجه كده وحاجه كده، يبقى اذا ده اشتغل لوحده وده اشتغل لوحده، لان دوت هما ده مثلا بيبقى الاكس رقم 1 مثلا وده الاكس رقم 2، ده الاكس رقم 1 وده الاكس رقم 2. فانت عندك هنا انت بتبين نتيجه الارث كويك اكس ماشي، فهتلاقي ده جاي ام 1 عاليه وام 2 ايه قليله، هنا بقى دوت في اكس هتلاقي جاي مومنت قليل. طب هات واي بقى هتلاقي جاي ام 1 عاليه وام 2 واطيه، هتلاقيك انت عمال بتجمع العالي من هنا والواطي من هنا يقوم مطلع لك قطاع ايه؟ قطاع ضغط. فبالتالي انا عشان افصل لان دوت الاثنين اكسيس بتاعته ملفوفين، فبالتالي في الوقت ده هتلاقي واحد فيهم، يعني تلاقي كده المومنت بتاعك 100 نتيجه لزلزال اكس، وبعدين ده العمود رقم، يعني تعالى نمسكها، ده العمود رقم 1 وادي عليه ام 1 وام 2، تلاقي ده مطلع 100 ومطلع هنا 20، وبعدين واي تلاقيه مطلع مثلا هنا 20 وهنا 110. تعالى بقى هات العمود رقم 2 اللي هو ضربه مختلف، تلاقيه مطلع ام 1 الرقم ده مثلا 20 وتلاقيه مطلع هنا 100، فبتلاقيك انت تلاقيك بتصمم العمود على 100 من هنا و100 من هنا، تمام؟ فبالتالي ايه؟ انا لازم الاعمده اللي هي ضربها مختلف اكون ايه؟ حاططها لوحدها عشان ما لخبطش الدنيا، اللوكال اكسيسز ما تخشش في بعض. على عكس زمان لما كنت بتصمم على بي التمت، بي التمت فرقه هي كلها فين؟ كلها كده. طيب اذا همسك العمودين دول، العمود ده والعمود ده، واشوف النتائج عليهم عامله ازاي؟ منين؟ بس طبعا لازم اكون عامل اللود كومباينيشن، من ديفاين لود كومباينيشن هتلاقي حاجه اسمها كومبو ويند اكس، بص كده ايه اللي جواها؟ ويند اكس فيها 1.12 مضروبه في الديد و 1.8 في اللايف زائد الويند، تعال ندور كده على الويند، ويند اكس مضروبه في كام؟ 1.28 صح؟ واقول له اوكي. تعالى نشوف كومبو ويند واي، موديفاي اد، ودي هتبقى ويند واي مضروبه في 1.28 صح ولا ايه؟ طيب ده بالنسبه لويند اكس. طب تعالى ايرث كويك نقول له موديفاي، عباره عن ديد ولايف، بص ايه الديد مضروب كله في 1.12 واللايف 0.25، فاضل مين؟ فاضل الاثنين ار، ار اكس وار واي. لايف ربع مش 1.25 لايف ربع. ها مش هو هو ليه خلينا اشتغل على الموديل ده وانا عامل ريدكشن؟ انا مش مفروض كان الموديل ده من بعد ما عملت ريدكشن عشان اشتغل على الزجاجه، يعني كده لما باجي اشتغل على احمال الرياح الدرجه عامل ريدكشن. اه صح، زميلكم معاه حق، زميلكم بيقول ايه؟ بيقول انا قلت لكم على فكره الكلام ده المره اللي فاتت، قلت لكم المفروض ان انا لو عندي ويند المفروض الكلام ده ما اعملش فيه ايه؟ ما اعملش فيه ريدكشن فاكتور، المفروض اعمل اسيف موديل موديل تاني وهو دوت اللي دخل عليه احمال الويند، بس عشان ما اشتغلش على اثنين موديل فانا اعتبر ده زي كاني مطلع نتائج منه وخلاص، بس بحيث ان ايه يبقى معايا كل اللود كومباينيشن. لكن لو انا هشتغل فعلا هيبقى عندي اثنين موديل، موديل للزلازل وموديل للويند. طب يا باشمهندس ليه جزأتهم؟ لان دوت القطاعات بتاعته مضروبه في فاكتور لكن دوت قطاعاته 100%، فبالتالي لازم بطلع هنا نتائج الويند من الموديل ده ونتائج الزلازل من الموديل ده واجمعهم مع بعض، بس انا عامل كده هنا بس بحيث ان انا ايه ما افتحش كذا موديل جنبي والعمليه توسع مني، بس خلي دوت في دماغك يعني. طيب هاجي بس يعني الكلام ده هيبقى غلط بموضوع الويند دوت، هيبقى مثلا هيبقى في ايرور في النتائج مش صح يعني، واجي اقول له اوكي ده الايرث كويك اكس، بالنسبه للايرث كويك واي هقوم اضيف اثنين لود كومباينيشن، واحده ار اكس وواحده ار واي، ار اكس مضروبه في كام؟ 0.3 صح ولا ايه؟
كده بقى عندي كومبو ويند اكس وكومبو ويند واي وارث كويك اكس وارث كويك واي والتيميت. اقوم اقول له اوكي واقول له طلع لي النتائج على العمودين دول اللي هما المفروض قطعهم واحد، واجي اقول له ديسبلاي شو تيبلز، اشيل الصح دي واطلع ايه رياكشنز، ايه انهي نوع من الرياكشن؟ جوينت رياكشن. انا بطلع على عمود وليس البيز، واجي اقول له اوكي. هتلاقي النتائج طالعه هنا، النتيجه اللود كومباينيشنز ولود كيسز وكل حاجه. هقول له لا انا مش عايز منهم غير الكومبو ويند اكس ويند واي. بص الزلازل بقت كام واحده؟ زلازل بقت ارتك ويك اكس، طبعا لازم تكون دايس كنترول عشان اللي اخترته ما يروحش. بقى في اكس ماكسيمم ومينيمم اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف، وواي ماكسيمم ومينيمم اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف. وادور تحت على الالتيميت واقول له اوكي. اقول له ودي لي التيبل ده للاكسل. هلاقي التيبل وصل هنا كده. خلي بالك بقى في هنا 51 وفي 50. 51 دول بتوع ايه؟ بتوع عمود، وال50 بتوع العمود الثاني. تمام كده؟ مطلع ايه بقى؟ مطلع تورشن وانا مش هصمم العمود على تورشن، فاعمل ايه؟ ديليت. مطلع شير وانا مش هصمم العمود على شير، ارقام ضعيفه جدا، واجي اقول له ايه؟ ديليت. انا هصمم العمود على ايه؟ على اف زد وام اكس وام واي. المفروض القطاع اللي انا اخترته كلهم ضربهم ايه؟ واحد. المفروض يسايف كل النورمال والمومنتس دي، صح؟ يعني اذا هي دي اللودز اللي انا هديها لمين؟ للاس بي كولوم. ادي له بقى اكبر حاجه ايه؟ ادي له هنا اكبر مومنت واكبر فورس، صح؟ لا هدي له كل دول. ما احنا اتفقنا بقى، قلنا ايه؟ قلنا ما ينفعش ادي له اكبر قوه مع اكبر مومنت مع اكبر مومنت، لان الكيس دي ما بتحصلش. والا كنت حطيت الويند مع الزلازل وجمعت كل الدنيا دي مع بعضها، فبالتالي كل حاجه والكورسبوندنج تحت. الالتيميت هتلاقيه جايب مومنت قليل، الزلازل اللي في اكس مش عارف تلاقيها قليله فين وعاليه فين، يعني هتلاقي مومنت 14 وهنا تلاقي رقم قليل، هنا مش عارف تلاقي مومنت 12 ورقم ايه وهكذا. بس غالبا عشان مبنى سيمتريك هتلاقي الارقام دي قريبه من بعض قوي، يعني لو بصيت العمود ده هتلاقيه هو نفس قريب جدا من العمود ده في نتائجه. ليه؟ مش كده؟ المبنى سيمتريك كده. لو انت بتتكلم بتزق في الاتجاه ده غير الاتجاه ده، لكن كده زي كده. ليه؟ لان هو سيمتريك اباوت واي لكن مش سيمتريك اباوت اكس. ايه؟ هناخد من هنا بس الكومبانيشن بتاع الاربعه وسط والثلاثه. ومن اصدر من هناك برضو الاربعه او الالتيميت والويند والويند بس. يعني هو لا ما هو الالتيميت هو هو بقى. الالتيميت مش هتغير. الالتيميت هو هو هنا او هنا. هتغير في ايه؟ فيرتيكال. وكمان مش بخفضه. ممكن تاخد الالتيميت من الويند الالتيميت من الويند، لكن الزلازل بتاخد الزلازل بس. توت توت ليه؟ يعني هنا هاخد ايه مع ايه ودي مش مع ايه؟ زميلك كان بيسال بيقول انا لو عامل اثنين موديل، واحد ويند وواحد زلازل، فانا بيقول لي هاخد من دوت الويند والالتيميت واخد من ده الزلازل، وبالتالي كده بقى عندي اثنين ويند اكس وواي يعني وواحده التيميت، ادي كده ثلاثه ريدكشن في الزلازل بس بالظبط. طبعا ده كونسبت. يعني انت لو دخلت الكود المصري بتاع الاحمال مش هتلاقي موضوع الريدكشن ده موجود في الويند خالص، موجود في الزلازل بس. طيب المهم يعني في الاخر هيبقى معاك اللود كومباينيشنز دي، سبعه لده وسبعه لده، والمفروض ان هم عمود واحد، وقررت ان العمود دوت هيبقى هنا هو اللي هنا نفس القطاع ده، سي 3 مثلا وده سي 3 نفس الطيب. فاذا المفروض العمود يسايب الاحمال اللي على ده والاحمال اللي على ده. طيب العمود ده تعالى كده نشوف مثلا كان قطاعه. تعالى نفتح لوحه كده هوبين. مثلا دوت كان رقمه سي 3 مثلا، بس على فكرة الاتجاه ملفوف. طيب
تعال نشوف سي 3 ده كان تسليحه ايه. بص بقى كان 30% وكان فيه تسليح 20 في 16. هاجي كده على الاس بي كولوم ارسم القطاع مثلا، اقول ان انا هرسم قطاع مربع. بص هنا مربع، فيسالني عن ايه؟ عن الويتس. هقول له الويتس كان بوينت، مش بوينت 3 بقى 300 مللي في 1000 مللي، واجي اقوم اقول له اوكي. هلاقي رسم القطاع فين؟ في الاتجاه ده اللي هو في نفس الاتجاه بتاع الايه؟ بتاع الساب. طيب في تسليح قد ايه؟ 0%. طب لو كنت ارسم قطاع دائري كنت هتلاقيه بيسالك عن الديامتر، لو قطاع الريجولر كنت هتفتح ده هيقعد يقول لك ايه؟ اديني عدد الجريدز والمسافات ما بين الجريدز وتظبط جريدز وتقعد ايه؟ ترسم فيها. فانا ارسم قطاع الريجولر ارسمه على الكات وابعته عليا. طيب بعد كده بيسالني على التسليح، اول نوع من التسليح بيقول لك نوعه ايه؟ all sides equal. فانت لما تيجي تقول له لازم تدي له عدد السياخ مضاعفات الاربعه. ليه؟ عشان هو عنده اربع جوانب. لو جيت اديته مثلا 42 وجيت قلت له اوكي، هيقول لك number of parts should be multiple of 4. فبالتالي لازم مثلا يبقى 40. طيب دلوقتي طب خلصنا من العدد، ايه يا باشمهندس 3 و4 و5 و6 دي؟ ايه انواع الاسياخ دي؟ انا اول مره اشوفها. احنا بنعرف الاسياخ باقطارها، نقول فاي 12 يعني 12 مللي، فاي 16 يعني 16 مللي. دي الحديد اللي بتعرف امريكاني. امريكاني ازاي؟ اللي هو الثلاثة لينيا والاربعة لينيا والخمسة لينيا والكلام ده. فبنقول حديد رقم ثلاثة وحديد رقم اربعة وهكذا. تمام؟ طيب انا عايز بقى اظبط الحديد ان هو يبقى شبه الاقطار بتاعتنا. بص بقى في هنا حاجة اسمها قائمة اسمها اوبشنز، جواها قائمة اسمها reinforcement. بتفتحها بتلاقي بيقول لك البارز اللي متاحة عندك، فهو بيقول لي انا واخد البارز دي من ستاندرد اسمها ASTM. احنا هناخد البارز بتاعتنا من ستاندرد بتاعت الكود البريطاني اللي هو الاي ان كود الانجليش كود. فاول ما تفتح الستاندردز دي هتلاقي الاقطار بتاعتها شبه الاقطار بتاعتنا بالظبط. بص مسمي ايه؟ فاي 6 اللي قطره كام؟ 6. على عكس الاي اس تي ام، بص كده 3 ده كان القطر بتاعه 10، 4 القطر بتاعه 12، 5 القطر بتاعه 16 وهكذا بقى. انا هفتح البارز اللي هي اي ان، لو لاحظت هتلاقي 6 اللي هي قطرها 6 والاريا بتاعتها كذا، 8 10 12 14 وهكذا. طب في ميسنج بار هنا عارفينه؟ 18 مش موجود. لو بار مش موجود تنزل تقول له هنا انا عايز اعمل بار يوزر ديفايند، وبتقول له ان انا عايز اعرف بار سايز 18 والديامتر بتاعه 18 والاريا بتاعته مثلا 250 مللي ومثلا وزنه انا مش حافظه، بس ايه ممكن نضرب له اي وزن ما بين الرقمين دول 2 كيلو مثلا، 2 كيلو جرام على المتر، وتقول له اد. هتلاقي 18 ايه؟ 18 نزل هنا بين 16 وبين 20 كده. لما انت تيجي تدي حديد تلاقي الاقطار بتاعتك ظاهره 6 و10 لحد الاقطار بتاعتنا. تمام؟ طيب ظبطنا الاقطار. طب يا باشمهندس انا لو عندي مثلا 40 سيخ او هنا محطوطه 20، لو انا عندي 20 سيخ وقلت له ال 20 سيخ دول زي ما موجوده هنا فاي 16، يبقى هنزل كده لحد ما اوصل ل 16. بيسالني على الكفر، الكفر تو ترانسفيرس بارز ولا لونجيتيودنال بارز؟ ايه يا باشمهندس الفرق؟ الفرق بيقول لك انت عايز تقيس الكفر منين؟ ادي عندك الاسياخ اهي ماشي، وبعدين الكنات شكلها عامل كده، وبعدين الكفر من بره شكله عامل كده. الكفر ده متقاس لحد الكنات ولا متقاس لحد السنتر بتاع السيخ اللي جوه؟ انا المفروض الكفر بتاعي متقاس من ايه؟ من وش الكنه من بره. فاجي اقول له ايه؟ قيسه من الترانسفيرس بارز اللي هو ايه بقى؟ 20 مللي مثلا، من ايه؟ من نص الكنه. ده الكفر اللي هو 2 سم يعني. واجي اقول له اوكي، عمل ايه في ال 20 بار؟ حط في السايد ده زي السايد ده. يعني بص كده، حط هنا 1 2 3 4، حط هنا 1 2 3 4، وادي الستارت هنا والستارت هنا. فانت لو جيت عديت هنا هتلاقي 6، عديت كده هتلاقي كام؟ 6. 1 2 3 4 يعني هو طبعا مش هيكرر السيخ من الكورنر ده، فهو هنا هتلاقي زي ايه؟ زي هنا نفس العدد. طب الكلام ده يرضي ربنا في العمدان؟ الكلام ده ينفع لو ايه؟ لو انا عندي مومنت عالي. انا عندي مومنت عالي تبتدي توزع ايه؟ توب اند بوتوم. ماشي؟ طب افرض انا عايز اوزع الاول سايدز ايكوال، العمود عليه دي التيميت اعلى من المومنت. فهعمل ايه؟ هقول له وزعه لي يونيفورم ال 20 دي. بص هنا
equal size equal spacing. فاول ما هتقول له 20 في 16 والكفر 20 اوكي عمل ايه؟ وزع ال 20 برضه بس خلى المسافات ما بينهم ايه؟ متساويه. يعني يا اما يخلي كل سايد زي اخوه يا اما يخلي المسافات متساويه. طب افرض انا بقى عايز اوزع الاسياخ دي بمزاجي، احط يمين غير شمال فوق غير تحت، تخش على الاوبشن الثالث ده. بص هنا بيسالك ايه؟ التوب بكام؟ البوتوم بكام؟ الليفت الرايت. فانا مثلا راسم كده التوب سخين والبوتوم سخين، فانا مثلا لو عايز كده على اس بي كولوم هقول له توب اند بوتوم سخين مثلا. هيبقى لي ان ال 20 كام؟ 2 و 2 4 هيبقى لي 16. هقول له في 8 ليفت و 8 رايت واقول له ان هو قطرهم 16 والكلير كفر ب 20 واقول له اوكي. عمل ايه؟ وزعها بالمنظر ده. تمام؟ طيب لو انا عايز احط السيخ كل سيخ بالكوردينيت بتاعه هخش جوه الاوبشن ده. طيب انا مش هخش جواه ليه؟ لان انا لو عايز اعمل اسياخ بتوزيع اي توزيع هعملها على الكات، مش هعملها هنا لان هنا الموضوع بيبقى صعب شويه. اقعد اعرف بقى جريدز واقعد ادي كوردينيت والكلام ده. طب ما ارسمها على الكات واريح دماغي. طيب كده العمود فيه نسبه حديد قد ايه؟ 1.34%. طيب انا كده رسمت القطاع، هو يقدر يديفلوب الانتراكشن دايجرام بتاعه. طيب انا عايز بقى اديله الاحمال بقى، اديها له ازاي؟ هو هنا انت لو فتحت، انا طبعا هديها له فاكتورد ولا سيرفيس لودز؟ فاكتورد لودز. بيسالك اللود بكام؟ المومنت اكس بكام؟ المومنت اباوت واي بكام؟ طب انا عندي يا باشمهندس دلوقتي 7 و7 14، هكتب له ال 14 لود كومباينيشن دول؟ لا. قال لك هنعمل ايه؟ هنتحايل عليه بان احنا نبعت له فايل في لود كومباينيشنز دي. ازاي نبعته بقى؟ بص كده الفايل اللي بيفهمه الاس بي كولوم فايل تكست، فاكرين الفايل بتاع الزلازل؟ فايل تكست كده بتكتب له فوق عدد اللود كومباينيشنز اللي انت هتنوي انك تدخلها له. يعني انا هدخله دلوقتي 14، لازم اكتب له فوق 14 كده اول رقم في التكست. هتدخل 20 لود كومباينيشن اكتب له 20، هتدخل 30 اكتب 30. ليه؟ بيحجز 30 خانه فاضيه يدخل فيهم النتائج بتوعه. بعد كده بتدي له النورمال وسبيسنج الام 1 سبيسنج الام 2 وهكذا بقى. النورمال ام 1 ام 2 نورمال. يعني اذا هو مش هيقدر يفهم الحاجات اللي احنا عاملينها له على الاكسل دي. طيب ازاي بقى نخليه يفهم الكلام ده؟ بص بقى هعمل ايه. في داله فانكشن اسمها كونكاتينيت. كونكاتينيت هاجي هنا هقول له ان السيل دي بتساوي كونك. اول ما تكتب كونك هتظهر اللي اسمها كونكاتينيت دي. تفتح كونكاتينيت وتفتح الفانكشن اللي هي اف اكس دي. بيقول لك عايز تكتب ايه في الفانكشن دي؟ دي فانكشن بترتب التكست. يعني تقول لك عايز تحط تكست ايه جنب تكست ايه جنب تكست ايه. يعني تقدر كونكاتينيت دي اول ما بتفتحها بيبتدي يقول لك ايه، عايز تاخد تكست من انهي سيل وتحط بعديه تكست من انهي سيل وهكذا بقى. فتقدر تاخد كذا تكست ورا بعض. هقول له ايه؟ انا عايز التكست اللي في اف زد واضربه لي في 10. ليه في 10؟ بص هنا عايز اللود بالايه؟ واحنا حاسبينه بالايه؟ حاسبينه بالطن. فبالتالي هقول له اضرب لي اللود ده في كام؟ في 10. ده اول تكست. بعد كده اعمل سبيسنج. انت رحت السطر ده كاتب له فيه ايه؟ سبيس. نزلت هنا بص هنا كاتب ايه؟ علامه وحاجه فاضيه. بعد كده تكست 3 خد المومنت ده واضربه في 10. ليه؟ عشان هو طن متر وهو هنا الوحدات ايه؟ كيلو نيوتن متر. وبعد كده سبيس وبعد كده خد الرقم ده واضربه في 10 وبعد كده اقوم اقول له اوكي. بص بقى عمل ايه؟ لو انا جيت وسعت السله دي هلاقيه خبط النورمال مضروب في 10 سبيسنج المومنت سبيسنج المومنت الثاني في نفس الايه؟ نفس السله. لو انا عملت دراج كده وشديت دي لتحت هيعمل الكلام ده لكل اللود كومباينيشن. اخدهم هنا كنترول سي واروح على الديسك توب اقول له فايل نيو تكست وتعالى نسميه سي 1 لودز مثلا.
اوبن هتلاقيه فاضي كده. احط اللي انا جبته ايه كنترول في ولا اكتب ايه 14 الاول انتر كنترول في ان دول 14 لود كومباينيشن وهم ورا بعضهم. اقول له كنترول سيف واقفل الفايل. طيب خلي بالك بص هنا الدنيا فاضيه خالص. هقول له ايه بقى فايل امبورت ايه بقى داتا ولا دي اكس اف؟ داتا. بيقول لي انت عايز تجيب جيومتري ولا رينفورسمنت ولا فاكتور لود؟ فاكتور لود. زمان كنا احنا لو رسمين فايل على الكاد كنا بنجيبه داتا بالجيومتري والرينفورسمنت كنا بنجيبها داتا برضو بالرسم على الكاد. احولها لداتا كانت ثقه طويله يعني. المهم فاكتور لود واقول له اوكي. هيقول لي فين الفايل؟ اقول له الفايل اهو. بص كده فتحنا فاكتور لودز كل اللودز اللي احنا عرفناها ايه. امبورت فايل امبورت امبورت داتا. طيب دلوقتي اقطاع موجود والاحمال اللي عليه موجوده، فاضل ايه؟ ان اشوف القطاع ده يستحمل الاحمال دي ولا لا. فاجي هنا اقول له ايه سولف اكسكيوت او اف 5 فيقوم هو ايه. بص بقى لو اداك مسج وقال لك الديزاين اكسيدد يعني عدى الكباستي فبالتالي ده معناه ان الحديد او القطاع بتوعك قليلين ومحتاجين يتزودوا. عمل رن واشتغل يبقى القطاع بتاعك سيف. لا ما هو هنا بيحطها لك قدام عينك كده. اه اقصد يعني مش من نفسه يعني لو بتاع الانتراكشن. فانت المفروض عارف الماكسيموم والمينيموم. اجي اقول له اكسكيوت. بص هنا بيقول لي ايه؟ سيكشن كاباستي اكسيدد ريفايز ديزاين. يعني ايه؟ الكباستي بتاعت القطاع مش موفيه الاحمال اللي عليه يعني القطاع انسيف. طيب تعالى نشوف ازاي انسيف. بص كده بقى انا بقى عايز ابين النتائج. مش احنا فاكرين لو احنا بنعمل رن ليها بارامترز ولو بنبين النتائج ليها بارامترز. النتائج هتبان لي فين؟ على انتر اكشن دايجرام. ترى حد شايف علامات الانتر اكشن دايجرام؟ اهي شايفهم الاربعه اللي فوق دول. مش قلنا ان احنا دلوقتي بقى عندنا 3 دي انتر اكشن دايجرام؟ هو بقى ممكن يقطع لك فيه بكذا طريقه مختلفه. ممكن احنا دلوقتي كان عندي بي التيميت فوق اهي والام دي وام كده. انا لو بصيت على الانتر اكشن دايجرام من فوق هيبان ايه اللي يبان في البلان؟ الام والام. لو انا قطعت ده كده وبصيت فبالتالي يبان ام وام. طب لو انا قطعت كده يبان بي وام. فهو هنا باين مين؟ ام اكس وام واي. طب افرض انا عايز اقطع بطريقه ثانيه. بص كده القطعه دي دايما بص هنا بيقول لك انا قاطع عند انجل 2 و5 و7. ايه الانجلز دي اللي انا قلت لك عليها؟ اللي بيقطع عند انجل معينه عشان يبين نقط على مستوى معين. يعني الانجل دي بان فيها كام نقطه؟ 4 و9 و3 و12. تمام؟ النقط دي سيف ولا ان سيف؟ سيف صح لانها جوه الانتراكشن دايجرام. طب تعالى نبص على قطعه ثانيه. حد يا جماعه مش فاهم موضوع القطعه ده؟ ان هو عنده ان دي عامله زي الكمتريه كده. عارف انت لما يبقى عندك كمتريه وجبت قلم جاف وحطيت نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطت عليها. انت عشان تبين النقطه دي في البلان بتعمل ايه؟ تقوم قاطع الكمتريه عند الايه؟ قطعه تمر بالنقطه. تمام؟ هو بقى عرف القطعه دي بالانجل من الزيرو. فبقول لك انا قطعت عند انجل بتساوي كذا عشان ابين النقطه الفلانيه، وعند انجل بتساوي كذا عشان ابين النقطه الفلانيه. وهكذا. مثلا تعال نروح عند انجل 25 نقول اوكي ونشوف هيبين ايه. نقطه واحده اللي هي 2 وهكذا بقى. المهم ان في نقط انسيف. في نقط انسيف. تعالى كده نبين مثلا حاجه تحت كده. اوكي دول كلهم سيف. 14 فوق اهي دول هنا. طبعا لازم تمر فيهم كلهم عشان تعرف مين النقطة اللي انسيف. طيب وعلى العموم انت المفروض تمر فيهم كلهم وتعرف مين نقطة انسيف. طيب تعالى كده نجرب نزود القطاع او نزود التسليح. بص كده تعال نجرب نغير التسليح بتاعنا من فاي 16 لفاي 18. ده دوت التوب والبوتوم. لو غيرت دول برضو لفاي 18 وقلنا اوكي وبعدين قلنا سولف اكسكيوت القطاع برضو لسه ما سيفش.
طيب تعالى كده نطول القطاع بدل ما يبقى 1000 ملي يبقى ايه؟ يبقى 1100. هاجي اقول له كده خليه 1100 ملي يعني متر و10. اوكي سولف اكسكيوت برضو انسيف. طيب هقول لك بقى تعالى نكبر ال 300 دي نخليها 350. يمكن المومنت الثاني هو اللي مش مسيب. طيب تعالى كده نرجع ال 1100 نخليها 1000. سولف اكسكيوت. تمام؟ تعالى نرجع الحديد نخليه 16. رجع ايه؟ انسيف. يبقى تعالى نرجع الحديد بقى 18. ما هو انت بقى تشوف النقطة يعني لازم تخش هنا كده النقطة اللي هشوفها دي هتبين لك هي مش مسيبة نتيجة لإيه؟ هل هي دي ألتيميت ولا أنهي إم بالظبط؟ يعني أنت هتعرف أنهي إم اللي أنسيب. يبقى الإم مثلا في الدايركشن التاني يبقى إذا مثلا محتاج إن في حديد يبقى في الدايركشن التاني وهكذا. يعني أرقم من يعني مثلا إم 2 هو إم 2 أنت عندك هنا بيقول لك إن هنا ام مثلا تعالى هنا كده اللي هو البلان شايف هنا ده ام اكس وام واي النقط هنا كلها في النص. طيب تعالى مثلا كده دي اتنين رايحه كده هو اكيد في نقط انسيف بس انا طبعا لازم اعدي يعني كل ما اقرب مثلا من الام اكس كده معناها كده معناها ان هي بي التيميت يعني هي المومنت اللي عليها قليل كل ما تلاقيها اتشفتت كده ده معناها ان ايه؟ ان تقريبا ما عليهاش ام واي بس عليها ام اكس. حضرتك ام اكس وام واي معناها ايه؟ المومنت حوالين اكس المومنت حوالين واي. تعالى مثلا طبعا انت المفروض تفر فيهم واحده واحده. هو ده سيف بس المفروض يعني النقط تبان على الطرف كده بس احنا ممكن عشان باصين من فوق يعني انا لو باصص كده قاطع هتلاقيهم بقى ايه شايف واحد فين؟ ثانيه احنا علمنا على انهي واحده؟ انا علمت على كام؟ على 25 باين؟ امال جاب واحد دي ازاي؟ 141. بص كده واحد فين؟ هي تقريبا البي التيميت اللي كانت اون سيف. طيب تعالى كده نرجعه ونخليه 300 ونشوف واحد دي كانت عامله ازاي؟ ده كبير بتاع ده الكومبينيشن فورس على بالظبط ما كان السيكشن كله ده الكومبينيشن فورس على السيكشن كله على بعض بي عشان يعني هنا دوت هنا ما كانش مومنت بص هنا كانت نقطه واحد فين. طيب تعالى كده المفروض ان انا مثلا هزود القطاع مش عرضه تعالى نزود طوله مش فاكر انا لما زودته 1100 انت بس ايه احنا 350 احنا عملنا ايه زودنا 50 مللي في كل ده شريحه قد كده هناك كانت هي زادت ايه يعني زادت حته صغيره. تعالى كده نجرب نزود القطاع نخليه 1200 واجي اقول له سولف اكسكيوت عمل ايه حل. تمام هو القطاع بتاعنا كان انسيف فبالتالي حل. لو انا بصيت نقطه واحد فين نقطه واحد جوه تمام وهكذا بقى ليس على ذلك اي عمود ايه يعني انت طالما طلعت بره ده يبقى انت بقيت في الانسر. بس لما انا ازود ارتفاع القطاع مش انا دلوقتي عامل انت زودت الكباسيتي على فكره النقط دي ما اتغيرتش يعني انت ما غيرتش لا نقطه واحد ولا اثنين هي مكانها ثابت بس انت الانتراكشن دايجرام لما انت زودت القطاع فالانتراكشن دايجرام كبر ويقدر يشمل نقط كتيره. أنا محتاج ألجأ إن أنا أزود الارتفاع في حالة إن يكون عندي إم إكس هو المشكلة. بص هقول لك لو أنا عندي المشكلة في البي يعني البي هنا كانت هي اللي عالية صح؟ فبالتالي أنا ممكن أزود يا حديد يا إيه؟ يا قطاع. طب أنا افرض زودت الحديد وعديت الماكسيمم لا ما ينفعش. أنا أقف في الحديد
لحد الماكسيمم الحديد كام؟ ما هو قلنا 4% و5% و6% كنا حطيناهم قبل كده. وده عند المنطقه اللي فين؟ اللي منطقه السبلايز اللي هو بتحط سيخ فوق سيخ. يعني عندك 2% من تحت و2% من فوق، ففي السبلايز دي في 4% 4% من مساحه القطاع. المفروض اقصى حاجه. فبالتالي ده دوت لو ايه، لو بي صوت يا جماعه بعد اذنكم. فبالتالي ده لو بي عندي بعد كده ام اعالجها ازاي؟ لو مومنت اباوت اكس يبقى اذا ازود حديد هنا وهنا توب اند بوتوم. لو مومنت اباوت واي يبقى حديد هنا وهنا. طبعا لو زودت قطاع برضه هيشيل. فبالتالي اصل ملهوش معنى ان هو كان يبقى عليه مومنت عالي وانت تقوم زود الحديد وحطه يونيفورم. لا، انا زود الحديد واحطه فين؟ احطه في الحتت اللي هي اقصى مسافه. تمام؟ يعني افرض انا كان عندي مومنت اباوت اكس عالي جدا، لو زودت الحديد وحطيته يونيفورم ما هو مش هيسيف برضه. فبالتالي ارمي الحديد توب اند بوتوم زي ما بيحصل في الحوائط. يعني دلوقتي احنا هنيجي نعمل ديزاين لحيطه مثلا. ولا عندكم كده الحيطه كده بالمنظر ده وجاء عليها لاترال لود، فيحصل اكيد عليها مومنت ايه؟ مومنت عالي. فانت لو جبت القطاع بتاع الحيطه ده وقطعت فيه وبقى حاجه كده وجيت حطيت الحديد يونيفورم، ما هو برضه مش هتسيب. يعني لو حطيت الحديد كده هي اصلا عليها ايه؟ عليها مومنت عالي. فبالتالي لازم اكثف الحديد فين؟ في التوب والبوتوم. ده انت مش بتحط صف بقى ولا صفين. يعني كان ممكن العمود تعمل ايه؟ تقوم لازق الحديد في توب اند بوتوم عشان يقاوم المومنت ده. تمام؟ لا، ده انا ممكن اعمل الحته دي معامله العمود، وعامل الحته دي معامله العمود واحط فيها كان ومحط حديد واكثف هنا واكثف هنا. فدايما بنكثف الحديد في عند الكورنرز بتاعت الحوائط. تمام؟ يعني انا عندي حيطه كده فاقوم مكثف الحديد هنا والحديد هنا. طيب انا بقى عايز اعمل ديزاين للحيطه. الناس اللي هم كانوا في سنه رابعه الترم الاول السنه اللي فاتت كانوا بيعملوا ديزاين للحيطه ازاي؟ اول حاجه انت بيبقى عندك ديماند معين، الحيطه هيجي لها قوه معينه، فانت عايز حيطه ايه؟ الريزيستنت بتاعها اكبر من القوه اللي جاي لها، فانت عايز توفق قطاع يستحمل القوه دي. طب القطاع اللي وفقه ده يبقى عامل ازاي؟ لازم على الاقل يكون اكبر من المينيمم. يعني القطاع بتسليحه يبقى اكبر من المينيمم واقل من ماكسيمم. فكانوا يقعدوا كده يجربوا ترايلز يحسب الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكسيمم ويختار حاجه ما بينهم. ونفس الكلام وبيقسموا الكلام ده، بيحسبوا الحديد المكثف او الحديد الكونسنتريتد المركز قد ايه والحديد الموزع قد ايه. ده ليه مينيمم وده ليه مينيمم، ده ليه ماكسيمم وده ليه ماكسيمم. تمام؟ وبيقعدوا يحسبوا كل الكلام ده وفي الاخر ينفرض قطاع بتسليح معين كونسنتريتد وتسليح معين ديستريبيوتد، ويحسب له حاجه اسمها الام ار بتاعه او الريزيستنس بتاعه. لو طلع ام ار ده اكبر من الابلايد يبقى اذا القطاع ده ايه؟ سيف. طلع اقل من الابلايد يبقى محتاج ازود حد. والام ار اللي هو المومنت اوف ريزيستنس بتاع القطاع ده يقدر يستحمل قد ايه؟ بيعتمد على ايه؟ على الكونكريت دايمنشن وعلى التسليح. زودت الكونكريت دايمنشن هيزيست اعلى، زودت الحديد هيزيست اعلى. احنا لما بنزود فوق او تحت انا بعمل حساب على حسب افرض مومنت عالي مومنت واطي. لا، افرض اصلا مفيش مومنت، يعني افرض قطاع عليه بيه عاليه جدا وحاطط مومنت صغيرين، فبالتالي دوت بيخش في الرينج ده في الحته دي اللي هو الكومبريشن فيلم. اللي هو ايه؟ لو جه فين مش هيفيد نتيجه المومنت، هيفيد نتيجه للكومبريشن، فبالتالي اقدر اوزع الحديد يونيفورم. تمام؟ فنفرض عليه مومنت عالي، لا ده ممكن يخش في الجزء ده او الجزء ده. فابتدي ابص بقى على حسب الاكسنتريك لود ده. ممكن تعمل المومنت بالظبط على حسب الاي على التي. ساعات بنحل بالانتراكشن ده، لان ساعات يعني انا هنا بجيب منه المومنت ار صح؟ ايه ده؟ لما كنا بنحل بالجراف ده في لا الجراف دوت الكباستي اللي هو الام ار بتاع القطاع المومنت اوف ريزيستنس بتاع ده. ماشي اللي هو المومنت اوف ريزيستنس بتاع القطاع. لا هو ما بتبقاش بقى اسمها المومنت اوف ريزيستنس، لان هو ما بيشيلش مومنت بقى، بيشيل مومنت وبي، فبنسميه كباستي كيرف. طيب لو كور بقى، يعني انا افرض عندي كور، ايه الكور ده؟ حيطه
بس مش مستطيله. حته بقى على شكل ايه؟ على شكل يو زي اللي احنا شفناها. بص كده يعني مثلا عندي كور كده كور بالمنظر ده، ده كور اوكي. لو انا عايز اكثف الحديد اكثفه فين؟ الاطراف. الاطراف اللي هي فين؟ بص بقى انا لو جاي لي زلزال كده مين اللي هيشيله؟ مين اقوى اليمنت اللي بده يشيله؟ ده. طب ده اللي هو الانرشيا بتاعته عاليه في الاتجاه. طب لو جاي لي لود كده ايه؟ طب والحيطه دي، طب ودي لا دي ضعيفه كده، يعني لو حاطط دي كده وزقتها هتقع تمام، زقتها في الدايركشن ده ضعيف تمام. بس انا مش متخيل ان هتشيل. هتشيل بس مش زي دول. وانت طبعا واخد البرسنتج بتاعتها، انا بس بسالك يعني هي كله هيأكت في الاتجاهين، بس مين اللي هيشيل اكتر؟ مين المتوقع؟ انا مش شايل ده وبشيل ده وده ما بحسبوش يعني. لا انت شيل بشيل ده وشيل ده، ده دوت وانت بتحل مانوال، وانت بتحل مانوال الكلام ده بتعمله، لكن انت في الاخر بتجيب شير على القطاع ده كله. يعني انت بتشوف الكيو هنا كتوتال بكام والكيو هنا كتوتال بكام، بعد الخطوه دي تبتدي بقى تمسك الشير اللي هنا تقوم شايله ده لده، والشير اللي هنا تقوم شايله بس لده تمام. لكن بقى كمومنت، كمومنت بقى هتعمل ايه؟ لو انت يعني زمان بقى الكور دوت بيبقى صعب في حله. صعب في حله ازاي؟ انك تمسك الكور ده كله بحته واحده وتقول ان هو شايل المومنت اللي في اكس وشايل المومنت اوف واي، الكلام ده مانوال صعب. فبالتالي بيسهلوا عليهم في الكليه ويعملوا ايه؟ يقول لك خد المومنت اللي في الاتجاه ده شايله الحيطه دي والحيطه دي، والمومنت اللي في الاتجاه ده شايله الحيطه اللي بالعرض كده. لكن احنا في البرامج هناخد الكور ده كله حته واحده، شايل الام اللي من هنا والام اللي من هنا، هتعامل مع الكور ده از وان يونت تمام. ليه؟ لان انت كنت في الكليه صعب انك تعمل الكلام ده تمام. طيب المفروض بقى الحديد بتاعي هيتكثف هنا وهنا وهنا وهنا، ليه؟ لان لو اللود جاي من هنا اقصى تنشن هنا واقصى كومبريشن هنا، ولو اللود جاي من هنا اقصى تنشن هنا واقصى كومبريشن فين؟ هنا تمام. طيب تعالى كده نشوف كور كده ونبتدي نعمله مع بعض. في ديزاين، بس انت الديزاين انت يعني هو هيبتدي يترايل مع نفسه في قطاع انسيف، هيبتدي يوزع الحديد باي اقطار وفي اي مكان هو عايزه بحيث ان هو يسيب ويرمي لك الحديد في اي حته. فانا بعمل ايه؟ انا بختار حديد اكوردنج للكود من حيث السبيسنج ومن حيث الاقطار. لا انا عايز انا اللي اختار اماكن الاقطار بتاعتي، اختار توزيعها، افرض اماكن كل سيخ واحطها بمعرفتي انا، لكن مش هسيب البرنامج يقوم ايه يرمي حديد في اي مكان تمام. ماشي اوكي. الساعه كام؟ الساعه 6:30. طيب ناخد بريك 10 دقايق ونكمل ماشي. هاخد لنا حته صغيره بس. فاضل لنا البرنامج حوالي نص ساعه. هحطه لك على الفلاش. لا ما رجعش. اناليسز واطلع النتائج بتاعتها اكوردنج للالتيميت لود كومباينيشن والويند والسايزميك، وادي كل النتائج دي على الاس بي كولوم، وموديل الكولوم على الاس بي كولوم كماتيريال وكتسليح وكقطاع وككل حاجه، وتشيك الكلام ده بالانتراكشن دايجرام سيف ولا ان سيف. طيب بالنسبه للرولز بقى الوضع بيختلف شويه. بيختلف ازاي؟ انا دلوقتي عندي الكولمز كانت فريم اليمنت، لكن الرولز عندي شيل اليمنت. وليكن انا هاخد، تعال نشوف البلان. انا عايز افتح الشير وولز بلان معين.
طيب وليكن مثلا اصل هنا انا بس عندي البلان دوت بكور واحد، انا اللي هتعمل على الساب كان باتنين كورز، فلو جيت مثلا عملت مالتي لاين تقريبا انت الفلاش بتاعتك شوف ايه اللي جالها. هقف على اللير اللي اسمها كولم، دي قبل الفويد، طيب تعالوا نصمم الكور ده اللي هو على شكل اوبن شانل ده. بس خلي بالكوا الفرق ما بين البلان دوت واللي اتعمل على الايتابس، ان اللي على الايتابس دوت فيه اتنين كور، فيه كور هنا فيه كور هنا، فيه اتنين كور. اوكي طيب انا هعمل ايه اول ما اجي اعمل ديزاين للكور؟ ابين الكور بس منين؟ من سيت ديسبلاي اوبشن اللي فوق دي، اخفي كل حاجه هنا وابين الوولز بس، ولا هبين النقط كمان الوولز والبوينتس واقول له اوكي. طالما مش حيطه كده بس، دي اسمها شير وول، وول وهي برضو كور شير وول، بس ايه بس كور لانه على شكل يو سكشن او زي. طيب انا عايز اخفي الديافرام، لو عايز اخفيه هقول له الديافرام اكستند شيله من الفيو واقول له اوكي. دلوقتي انا عندي دي هي الكورز اللي موجوده عندي، لو انا جيت شفتها في 3 دي هلاقيها بالمنظر ده. تمام انا هديزاين انهي كور؟ ممكن اقف كده فيو سيت 3 دي فيو اكس واي 0 اوكي. بص كده انا كده كاني بص اكس واي، لو انا علمت على ده بس كده يبقى انا علمت على كور واحد هو ده كله. هقول له شو سيليكشن، ده الكور اللي احنا عايزين نصممه دلوقتي صح؟ انا بس بينته لوحده عشان اعرف اتعامل معاه. طيب الكور دوت اول حاجه انا عايز اطلع عليه النتائج، ايه النتائج اللي انا عايز اطلعها عليه؟ الكور عكس الكولوم، يعني الكولوم كنا صممناه على ايه؟ على بي وام وام صح؟ بص بقى انا هديك بس ايه تبقى عارفه، بس مش هخش في تفاصيله لان دي عايزه لها كذا محاضره بقى في التصميم وكده. بص كده لو دي الحيطه اهي، الحيطه بالمنظر ده. بص بقى الحيطه بتتصمم ازاي، الناس ركز معايا بعد اذنكم تقفل اللابات اللي قدامك، بس حرام الحاجات دي تطير في الهواء يعني مقابل انك عايز تعمل تو كليكس على البرنامج يعني. فانت اي حد يقدر يعمل الكلينكات دي، لكن مش كل واحد فاهم معنى الكلام ده ايه او المغزى بتاعه ايه. موضوع ان البرنامج ده مفيش اسهل منه، انا شرحت على السبوره اكتر ما انا اشتغلت على البرامج، السبوره دي اتمسحت اكتر من 100 مره، فبالتالي ايه كل الكلام اللي انا بقوله على السبوره اهم من البرامج نفسها. البرامج دي تقدر تشوفها في اي فيديو تمام، لكن اللي بيتقال على السبوره ده الفهم بقى، عايز افهم واشتغل ازاي. طيب دلوقتي انا عندي الحيطه دي وعايز اعمل لها ديزاين، الكونسبت بتاع الديزاين بتاعها مبني على ان انا بعمل لها تصميم لادن. ايه تصميم اللادن دي؟ بكريت فيها حاجه اسمها بلاستيك هنج. ايه بلاستيك هنج؟ الحته اللي تحت في الحيطه دي متعرضه لمومنت جامد جدا، هي اقصى مومنت موجود فين؟ موجود تحت، دي كانت ليفر وعندها اقصى مومنت هنا. فبيقول لك ارتفاع البلاستيك هنج ده المفروض بتاخده المينيمم من حاجتين، من ارتفاع من عرض الوول او ارتفاع الوول اتش تقريبا على 6 تمام، اتش على 6 او الوول ويتس. هنا طبعا انا كان عندي الوول ويتس 3 متر مثلا، فانا خدت ان ارتفاعها ايه 3 متر.
طيب دي بيقول لك الزون دي اسمها بلاستيك هينج. يعني ايه بلاستيك هينج؟ يعني مفصله لدنه. طب وايه الفرق ما بين المفصله اللدنه والبلاستيك هينج؟ المفصله اللدنه اللي هي البلاستيك هينج ديت تقدر تشيل عزوم بعد الانهيار، يعني تقدر تقاوم عزوم بعد الانهيار، يعني تنهار وبرضه تقدر تشيل. طيب هل هي بتزود الكباستي؟ لا هي مش بتزود الكباستي، هي بس بتاخر الفيلير. فبنعمل ايه؟ لو انا طلع لي المومنت على القطاع هنا برقم، بيقول لك خد المومنت وشيل هنا اضربهم في رقم، بيجيب حاجه اسمها اما بروبابل وكيو بروبابل. الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي واحد وربع من الام اللي انت بتطلعها من البرامج، وشيل اللي هنا واحد وربع وشيل اللي انت بتطلعه من البرامج. تمام؟ بيقول لك الحته دي هتشرخ جامد، هيبقى فيها تشرخ عالي جدا، فبالتالي عشان نحافظ على مقاومه الحيطه دي بعد الانهيار، فبالتالي هتصممها على مومنت وشيل عاليين شويه. وكمان في الديزاين بتاعك للشيل هنا هتنجلك الرينفورس الكونكريت ريزيستنس. يعني ايه؟ فاكر انت لما كنت بتجيب الكنات، الكنات اللي في منطقه معينه كنت بتعمل ايه؟ كنت بتشيل نص الخرسانه والباقي ايه؟ الباقي كانت. لا هنا انت هتنجلكت الخرسانه بالكامل. يعني كل الشيل هشيله لمين؟ هشيله للكنات، للحديد اللي هو الهوريزونتال. حط حديد كده فدوت ايه؟ هشيله كل الشيل. طب فوق هنا، فوق هنا هتصمم على كيو عادي اللي انت هتطلعها ومومنت عادي، وكمان الشيل دوت هتاخد معاك الخرسانه ايه؟ بتشيل فيه. تمام؟ ده الكونسبت بتاعها. طيب تعالى كده نيجي، انا بقى عايز اطلع النتائج هنا. طب وانا ليه رسمت الرسمه دي؟ رسمت الرسمه دي عشان عايز اقول لك ان الحيطه بتتصمم على ايه؟ على شير، على عكس العمود. ما كناش بنصممه على شير، كان قطاعه صغير. تمام؟ لكن هتعامل معامله العمود في ايه؟ في التصميم على بي وام وام. طب مش مهندس الشير، الشير ملوش دعوه بالمومنت ولا ليه دعوه بالبي، ملوش دعوه بالانتراكشن دايجرام خالص، ده ديزاين منفصل. هل انت عمرك خلطت الديزاين فور بيندنج والديزاين اوف شير بتوع الكاميرا؟ لا، دي ستيب ودي ستيب ثانيه. فبالتالي الشيل ده انت بتصممه مانوال بايدك او باي اكسل، بتدي له القطاع وبعدين هو يقوم وتقول له الكيو اللي عليه ويقول لك انت محتاج كنات قد ايه. تمام؟ لكن المومنت انت عندك بي وعندك ام وعندك ام، فبالتالي عايز تدي له الثلاثه دول يقوم هو مطلع لك يقول لك القطاع بتاعك سيف ولا نوت سيف. فاللي انا هعمله دلوقتي ايه بالظبط؟ انا عندي الحيطه اهي على الساب او على الايتاب مثلا، هقول له انا عايزك تطلع لي عليها النتائج. فهاجي امسك له كده اقول له خد لي سكشن كات تحت هنا كده وقول لي الحيطه دي كلها عليها بي قد ايه وام قد ايه اباوت اكس وام قد ايه اباوت واي. تمام؟ وطبعا الشير اكس وواي بكام؟ ده اول حاجه. طب ده كايه؟ كستريمنج اكشن او كرياكشنز. تمام؟ طيب الخطوه الثانيه بقى عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم القطاع واوديه للاس بي كولم. طب الكلام ده يتعمل ازاي؟ بالتالي مضطرين او احنا لازم نعمل على الاوتوكاد القطاع بتاع الحيطه وبتسليح وابعته لمين؟ وابعته للاس بي. يبقى اول حاجه هطلع رياكشن من الايتاب واحطها في اكسل لايه، ومن الاكسل لايه اعمل لها كونكاتينيت احولها فايل تكست، وبعدين التكست اقوم موديه للاس بي كده ودينا الاحمال. طب القطاع؟ القطاع مش ريجولار، مش هو لا هو عمود صغير، كمان تسليحه مش يونيفورم، تسليحه مركز في حتت وموزع في حتت، فبالتالي ان انا ارسمه على الاس بي كولوم الموضوع هيبقى صعب شويه، فبالتالي هعمله على الاوتوكاد وبعدين ايه؟ اوديه للاس بي كولوم. طب ان انا اعمله على الاوتوكاد دي هيبقى فيها فروض كتيره. طب الفروض دي هتبقى مبنيه على ايه؟ الفروض دي لازم انت تكون قاري الكود وعارف الماكسيمم في الحته دي. الحته دي يقول لك دي منطقه الحديد المركز. ليه؟ لانها عندها اقصى اجهاد فليها ماكسيمم وليها مينيمم. دي منطقه الحديد الموزع فليها ماكسيمم وليها مينيمم. فانت لازم تتعب وتبص في الكود شويه على الجزء ده. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف اول حاجه ازاي نطلع النتائج. بص بقى. اتفضل. عايزين نطلع الستريننج اكشن على الحيطه صح؟ طيب فاكرين درو سيكشن كات بتاعت الساب؟ في حاجه بقى اسمها ديفاين سيكشن كات. اعمل سيكشن كات هنا ازاي؟ بص بقى
عشان نعمل سيكشن كات هنا لازم تختار الاليمنت اللي هتقطع فيه. خلي بالك قلت اليمنت وليس جوين. مين الاليمنت اللي هنقطع فيه؟ هنقطع في الشلايه دي صح. انا عايزه يقطع في الشلات دي كلها. طب ما هو الشلات دي يقطع فيها منين؟ من فوق ولا من تحت؟ فانت تختار الشلات والنقط اللي عليها. انا كده اخترت الشلات، النقط اللي عليها فين؟ اهي. يبقى لازم اختار مين؟ الشلز والنقط اللي عليها عشان يقطع فيهم. طيب اخترتهم اعمل ايه؟ حطهم في جروب، assign object to group، وتعالى نقول له add new ونسميه مثلا wall to sp مثلا، واجي اقوم اقول له اوكي. كده ايه؟ بقت في جروب اسمه wall to sp. طيب بعد كده هاجي اديفاين، هتلاقي حاجة هنا اسمها section cut وليس draw section cut. define ايه؟ section cut اهي. واجي اقول له add section cut. طيب section cut ده اسمه ايه؟ هقول له مثلا wall to sp برضو. بص بقى بيسألني هنا السكشن cut ده اخده في انهي جروب؟ هقول له خده في الجروب اللي انا مسميه wall to sp. يعني اذا اول حاجة مسكت الاليمنتس اللي انا هقطع فيها واخترت النقط اللي عليها وحطيتها في جروب، وجيت قلت له اقطع لي في الجروب ده، وبعدين اقوم اقول له اوكي. اوكي وبص بقى طلع النتائج بتاع السكشن كات ازاي. من ديسبلاي شو تيبلز، بعد كده هقول له في هنا حاجه اسمها سكشن كات ريزلتس. افتح سكشن كات ريزلتس دي هتلاقي حاجه هنا اسمها سكشن كات فورسز، تعلم عليها وتقول له اوكي هيطلع لك النتائج على كل السكشن كات. انا هعمل فلتر هنا واقول له وريني الوول تو ايه؟ تو اس بي. فاول ما فلترتها ظهرت لي نتيجه لكل اللود كيسز واللود كومباينيشن. هفلتر برده اللود كيسز واختار مين؟ الكومب ويند اكس والارثك ويك اكس وواي زيها زي العمود، واطلع الالتيميت فيطلع لي مين؟ فيطلع لي السبعه لود كومباينيشنز دول. هاجي اقول له ودي لي الكلام ده اكسبورت تو اكسل. بص بقى قام راح مطلع لي الشير فورس اللي موجوده على الحيطه، اف 1 اهي واف 2 اهي. هنا عندك 50 ايه؟ لا هو المفروض انك هتديزاين عليهم، يعني هتشوف ديت مثلا المفروض انها تستحمل 50 طن في اتجاه واي، وعندك هنا 33 طن في اتجاه زد، المفروض تصممه على كل الكلام ده. ما هو صغيره بس المفروض تعمل ديزاين تتشيك برضو، افرض كان رقم كبير وات ايفر. يعني هو انا طبعا المفروض عشان انت هنا حاطط اتنين كور ففي القوه اتوزعت على الاثنين كورز، لكن ده لو كان كور واحد كان الشير كله راح له بالظبط. طيب عندك بعد كده تعالى نمسح دول ax وy وz دول، هو بيقول لك هو السي جي بتاعه فين. تعالى نعمل ديليت. بص كده انا اصممه على ايه؟ على اف 3 وام 1 وام 2. بص هنا المومنت طالع قد ايه؟ هنا طالع 1311 طالع معاها. بص هنا كام نتيجه الالتيميت؟ 170. ده اللي هو ايه؟ اللي هو نتيجه اللي هي اللونج والشورت اللي هو السكند اوردر اناليسيز اللي هو نتيجه الباكلين. تمام. عندك بعد كده بقى بص نتيجه المومنت بتاع الزلازل. طبعا دول خلاص قلنا هنعمل لهم ديزاين فور شير صح؟ فايه سيبنا منهم، خلينا في الحاجات. وبرده التورشن انا مش هديزاين عليه، قيمه التورشن طبعا قليله جدا بالنسبه لقيم المومنتس الثانيه ولا حاجه. فهاجي هنا بص هنا قيمه المومنت 170 طن متر، 242 طن متر، 614 طن متر. طبعا ده اللي في ايه؟ اللي في اكس. طب اللي في واي عمل مومنت اباوت واحد كام؟ 529 طن متر. طبعا كل اكس جايبه معاها حبه من واي، ليه؟ عشان انا معرف في اللود كومباينيشن ار اكس ومعاها 0.3 من واي وار واي معاها 0.3 من اكس. فبالتالي المفروض الحيطه تتصمم انها تستحمل كل الكلام ده. تمام؟ ده مش بس كده، ده انا لو في البلاستيك هنج هعمل ايه في القيم دي؟ هضربها في واحد وربع. طيب تعالى كده نصمم سيكشن اوت سايد البلاستيك هنج، يعني هاخد القيم دي ايه؟ زي ما هي كده. اوكي؟ طيب المفروض القيم دي اوديها لمين؟
للايه للاس بي. طيب سيب القيم دي على جنب وتعالى نشوف ازاي نودي القطاع للاس بي. هاجي كده على الاوتوكاد واختار الكور دوت، اخده كده كنترول سي وتعالى كده ناخده في لوحه لوحده واقول له ابل، واجي اقول له هنا كنترول دي وتعالى كده نعمل ديليت للجزء ده واعمل اكسبلود للكولوم ده وتعالى نمسح الهاتش ده. دي حدود الايه الووب صح شايفينها. ثانيه كده عشان هنا في كذا لاين، تعالى نشيل مول ستراكشر دي ونمسح دول، كان في خطوط تحتيها بالتالي ايه عشان الحيطه بتاعتنا تبقى سليمه. دي اللاينز بتاعت الحيطه صح. اول حاجه عايزين نجيب الحيطه دي في الزيرو والزيرو بتاع الكاد عشان يروح للزيرو والزيرو بتاع الاس بي، لانك انت لو ما ودتوش للزيرو والزيرو بتاع الكاد وجيت بعته هتلاقيه بقى بعيد وكل المومنتس بقت منسوبه لمين؟ منسوبه كانك انت عمال بترحل تمام. فبالتالي لازم الزيرو والزيرو الاثنين يبقوا منطبقين على بعض. ازاي اجيب البروبرتي بتاعت الشكل ده؟ يعني عشان اعرف السنترويد بتاعه مكانه فين. بص بقى اول حاجه لازم تقفل الشكل ده. اقفله ازاي؟ اعمل له جوين؟ لا ما تعملوش جوين، تعمل له حاجه اسمها ريجن. ريجن ده بيخليها زي بليت مقفوله، مش لاينز معمول لها جوين، بليت مقفوله يعني اريا تمام. فاول ما تيجي تقول له ريجن، بص كده اول ما جبت كتبت ريجن بيقول عامل لي الشكل بتاع كانها حاجه مقفوله كده. فاول ما تقول له انتر ثانيه، هو تقريبا ريجن اهو كده الشكل ده يا باشمهندس. ده اتعمل له بولي لاين؟ لا ما بقاش بولي لاين، ده بقى اريا مقفوله. لو انت جيت كده قلت له هات لي الماس بروبرتيز بتاعت الاريا دي ماس ودوست انتر وعلمت على الشكل ده انتر كده، يقول لك كل الماس بروبرتيز بتاعت الشكل ده، الاريا بكام، البريمتر بكام، السنترويد بكام، فين اكس وواي، المومنت اوف انيرشيا، يجيب لك كل حاجه ليه. لكن هو لو كان لاينز ما كانش هيقدر يجيب لك اي ماس بروبرتيز تمام. طيب وانا ليه عملت كل الكلام ده؟ عشان اعرف السنترويد. بيقول لك ان السنترويد عند اكس ب 10 وواي ب 5، فاجي اخد الرقم ده كنترول سي واقفل الشكل ده واقول لي اعمل لي موف للشكل دوت في الاتجاه ده، بس طبعا اكون مشغل الاورثو. انت ممكن تديله على فكره البوينت على طول، بس انا اقول له ايه؟ حركها لي في الاتجاه دوت الرقم اللي انا خدته كوبي. اول ما اقول له كده كنترول في انتر عمل ايه؟ جابوا كده اكس. فلو جيت هنا قلت له ماس بروبرتيز للشكل ده الاكس بقت بكام؟ بزيرو صح؟ طيب تعالى كده نمسك الواي واقول له كنترول سي. بص كده انا ممكن اعمل موف بس هنا، اجي اقول له كده لو انا جيت قلت له ماس بروبرتيز، بس عشان انت بص كده الرقم بقى كام؟ سالب 5. ده معناه ان ده هو ايه؟ هو السنترويد. طيب انا مثلا عايز اودي لي الزيرو والزيرو هعمل ايه؟ حاجه اقول له ماس بروبرتيز تاني وخد لي الرقم ده كنترول سي، وعايزك تعمل ده موف لفوق كده واحط له الرقم ده انتر. ماس سوري المفروض اخد الرقم بوزيتيف لان انا من غير سالب، كنترول سي واقول له اعمل لي ده موف فوق كده، ادي له الرقم هنا بالبوزيتيف. لما اديته له بالنيجاتيف قام راح منزله لي تحت، يعني انا معلم في الاتجاه اللي فوق مديله نيجاتيف فقام راح ايه نزل، واقول له انتر قام راح جابه فين؟ جابه في 0 و 0. اوكي طيب كده لو عايز اتاكد هاجي اقول له هنا ماس انتر كام بقى؟ 0 0. طيب ده اول حاجه، خلاص جبته لل 0 0 اعمل اكسبلود بقى، مش محتاج انا ريجن في حاجه، بقى كل لاين لوحده. طب يا باشمهندس هو انا لو كنت عملت لهم جوين كده
وبقى كله حته واحده، وجيت قلت له هات لي الماس بروبرتيز بتاع الشكل ده انتر، مش هيديك حاجه، لازم كان يبقى ريشن. طيب دلوقتي ده على لاير 0، اخده كده واحطه على اللاير اللي اسمها وول ستراكشر كده، بقى باللون الاصفر صح كده. هو لو انا بعت الكلام ده على الاس بي كولوم هيبعت الحيطه بالشكل ده. طب افرض انا عايز ابعتها بالتسليح، ترسم التسليح. طب ارسمه ازاي؟ تعال نشوف هنرسم التسليح. بص كده انا عندي الحيطه مثلا كده، وانا عايز ارسم التسليح اللي هنا، الدايره اللي موجوده هنا. التسليح هنرسمه دوائر، واول ما نبعته على الاس بي هيقرا الديامتر بتاع الدوائر دي ويحط الانفورسنج بول بنفس قطر الدايره اللي انت عاملها، هيفهم الدايره اللي انت عاملها في كانها تسليح. طيب انا عايز اعرف ارسم التسليح ده بعيد عن الايدج بقد ايه. اول حاجه انت عندك الكفر صح، اول حاجه عندك الكفر قد ايه؟ 2 سم. وليكن هتستخدم كانال فاي 10، يبقى كده بقى كام؟ بقى معاك 2 سم و10 مللي اللي هي 1 سم، بقى 3 سم. وليكن هتستخدم حديد راسي فيه 20، فعبال ما توصل نص القطر ده يبقى انت المفروض عديت كام سنتي؟ 4 سم صح؟ فبالتالي هرجع اقول له ايه؟ انا عايزك تعمل لي اوفست 0.04 لمين؟ للشكل ده. كده يبقى ده المسار اللي بيترسم عليه الايه؟ الاسياخ. تمام. هاجي اقوم معرف كده نيو لاير واقول له انا عايز اعمل لاير اسمها ار اف تي اللي هي الانفورسنج بارز، واقول له مثلا خلي لونها كده اوكي، وخلي دي هي. دلوقتي انا عايز ارسم بقى التسليح. اول حاجه المفروض هتتشيك المينيمم والماكسيمم اريا ستيل للكونسنتريتد. منين الكلام ده؟ بص كده كان في حد كان كاتب محاضرات بتاعه اللاترال دي ديت، كنت هتلاقي فيها كل حاجه خاصه بالشير وولز. اللي عايز يقرا بقى الماكسيمم والمينيمم والبلاستيك هينج قد ايه، كل الكلام هتلاقيه هنا بتاع الشير وولز. تمام، اللي عايز يعني يتعمق فيها الدرايف ولا يعني. بص هنا مش عارف بس ممكن انزلها. المينيمم ريشيو اوف انفورسمنت اوف كونسنتريتد رينفورسمنت ات اتش سايز ات اتش سايد شودنت بي ليس ذان 0.2 في المية في التي وول في ال وول. طب اوتسايد البلاستيك هنج 0.1% ده كونسنتريتد وده ديستريبيوتد، فهنا مديك نسبه اعلى هنا مديك نسبه اقل. طبعا هتشيك كل الكلام ده، وعلى هذا الاساس هتبتدي تختار حديدك ان بتوين الماكسيمم والمينيمم. ممكن لما اروح ابقى انزل لكم اكزامبل بتاع شيل وول محلوله كده مانيوال، وانتم ممكن تعملوا لها ديزاين على تشيكوا بيها على الاس بي. طيب وليكن انا هفرض التسليح، هفرض التسليح ازاي؟ يعني مثلا هقول ان هنا في سيخ قطره 20.01. خلي بالك انا بعمل سيركل الريديوس بتاعها 1 سم، يعني الديامتر بتاعها 20، فاقول له انتر، فبالتالي ده هو ده السيخ. لا ثانيه ده كده كبير، اديته ديامتر سيركل، فانا لما قلت له هنا لا هو طالب مني الريديوس، فبقول له 0.01 سوري كده، فهو ده السيخ. تمام. طيب انا مثلا هاجي اقول له اعمل لي اري للسيخ دوت، والاري دي نوعها ريكتانجل، والسبيسنج ما بين الكولومز وبعضها وليكن انا عايز السبيسنج ما بين كل سيخ والتاني 5 سم في الحته الكونسنتريتد دي، وسنتي من هنا وسنتي من هنا، لا انا بقول من النص والسيخ 20، فبالتالي هقول له السبيسنج 0.07 7 سم كده، دي السبيسنج ما بين الكولومز. طيب السبيسنج ما بين الروز هقول له برده 0.07، واجي اقوم مثلا عامل طيب افرض هي ما ظبطتش، يعني ما هي ما ظبطتش بالشكل ده وعايز تظبطها، يعني عايز تظبط الحديد المكثف ده، ممكن تيجي تكتب البروبرتيز بتاعت الاري بي ار هنا، تعلم على الاري وتكتب بي ار، تخش جوه الميسك اساين بتاعها هنا بيقول لك المسافات ما بين الكولومز كام، هقول له مثلا خليها 0.06، دي المسافه ما بين الكولومز. المسافات
ما بين الروز هقول له خليها 0.05 بي ار، يعني اتعلم على اي حاجه انت عايز تغير في البروبرتيز بتاعتها وتقول له بي ار يفتح لك القائمه بتاعت البروبرتيز. فتبتدي مثلا تعدل هنا في السبيسنج مثلا خليتها 0.057 انتر فظبطت يعني جت في السنتر. فبالتالي انا هنا لو عملت اكسبلود للاري دي اقدر امسح دول، فانا كده عملت ايه؟ عملت زي عمود في الحته دي. تمام؟ عمود بالمنظر ده. طيب ده بالنسبه للتسليح المركز، برضو نفس الكلام انا عايز اركز الحديد في الكورنر ده. تمام؟ مثلا دول اقدر اعدلهم مانوال كده بحركهم مثلا كده. عايز بقى تظبط الباقي مانوال بايدك، اهم حاجه انت عارف الحته دي فيها كام سيخ. تمام؟ ظبطها يعني كام سنتي او كام ملي، دول مش هيفرقوا قوي. عايز تعملها بالظبط زي ما انا ما عملتها هنا وتبتدي تظبط المسافات ما بينهم اوكي. اهم حاجه ان انا ركزت الحديد في المنطقه دي. تمام؟ طيب هبتدي برضو اخد الحديد المركز اللي انا عملته ده. خلي بالك كل ده مبني على فرض. ممكن الحديد اللي انا فرضته ده يطلع ان سيف. ليه؟ لان الابلايد لود اكبر من الريزيستنج. فبالتالي اقوم اكبر الفاي 20 اخليها 22. ازاي؟ تدوس على شويه الدوائر دي وتكتب بي ار، هتلاقي هنا هو كاتب لك الريدس بتاعهم 0.01، فتكتب مثلا 0.011 يبقى ده حديد قطر 22، 0.0125 وهكذا. طيب هنا مثلا انت مش عايز حديد مركز، هنا انت قلت دوت مركز وده مركز، انا هنا عايز احط حديد موزع. فبالتالي ايه؟ ممكن اخد مثلا اعمل لاين كده واقول امشي لي كده مثلا 0.07 وهعمل في الحته دي سيركل مثلا 12 مللي، قطر سيخ 12 مللي، يبقى الراديوس بتاعه كام؟ 0.006، فكده ده بقى 12. هقول له اعمل لي اري لل 12 ده والاري دي. بس قبل ما اعمل اري تعالى نقيس المسافه من هنا لحد هنا كام؟ 17. هاجي اقول له اري، وادي الشكل اللي انا عايز اعمل له اري، نوعها ريكتانجل، السبيسنج وليكن تعالى نخليها 8 سم مثلا 0.08 ما بين الكولومز وبعضها. ماشي؟ وبعدين السبيسنج الثانيه هخليها 0.17. وهقول لك ليه 0.17؟ عشان اجيبها لحد هنا. طبعا انت مش محتاج السيخ اللي هنا لان ده انطبق مع ده، فكده المسافات دي كلها بقت ايه؟ بقت 8. تمام؟ انا كده عملت الحديد الايه؟ ايه اللي مش مركز في الجزء ده؟ طيب انا برضو نفس الكلام عايز اعمله هنا، انا عايز مثلا اعمل بعد مسافه 10 سم سيركل هنا بريديوس 0.006. تمام؟ وهاجي اعمل دي اري، اري ريكتانجل سبيسنج، وتعالى كده نقول له السبيسنج ما بين الكولوم، خلي بالك دي بقى 17 سم كده، والروز مثلا هتخليها 10 سم 0.1، وهبتدي اقوم موزع الاسياخ بتاعتي بالشكل ده. تمام؟ طيب انا ممكن الحديد المركز اللي انا عملته فوق دوت، خلي بالك الناس بتوع سنه رابعه مدني لما كانوا بيصنعوا الحوائط كان بيعملوا كده، كان يفرض الحديد في اماكن وبعدين يبتدي يتشيك بقى على القطاع اللي هو عامله. انا هاخد الحديد ده سي او كوبي واخده من هنا انزله تحت هنا كده. طب ثانيه. طبعا يعني انت كل الفرض ده مبني على اساس الماكسيمم والمينيمم. طب هو انا بس في حاجه تقريبا الحته دي 22 العرض ده كام؟ 25 والعرض دوت 22. طيب بص احنا هنعمل ايه؟ هنحرك ده كده عشان هي مش منتظمه، هخليها 0.03 وده كده يبقى 0.03. تمام؟ هي بس عشان كانت الحته دي غير الحته دي، يعني دي كانت 22 سم ومفيش حته 22 سم. تمام؟ هي كلها على بعض كده ايه 25.
طيب دلوقتي انا جيت عملت بقى الجزء اللي هنا، هعمل برضو هقول له انا عايز امشي من النقطة دي 10 سنتي مثلا بوينت 1 انتر، وعايز اعمل سيركل، السيركل دي بوينت 006 وعملت فيها سيخ، هاجي اقول له اعمل لي اري والاري دي ريكتانجل سبيسنج هنخليها بوينت 1 وبوينت 1 وناخد الاري array rectangle spacing 0.1 و 0.17 تمام. وتعالى بقى نشد الكلام ده لحد ما نوصل تمام. حاجة اقول له اعمل لي اكسبلود، خلي بالك بعد كل array لازم تعمل لها اكسبلود كده. وتعالى نمسح خطين العمل اللي احنا عملناهم دول. طب انا كده عملت نص الايه، نص الحيط، اقدر اخد كل الحديد ده كوبي واقول له ميرور، وتعالى نمسك كده نص الحيطه واقول له حطهم لي بالمنظر ده. هاجي الاقي ايه هنا عندك مثلا السخين دول، السيخ ده ودوت نمسحهم وده وده، ده دول اللي كان فيهم دوبليكيشن. تمام كده انا عملت ايه، عملت التسليح مثلا بتاع الحيط، حطيت حديد مركز هنا. خلي بالك بقى الخط ده ملوش لازمه، اقدر امسحه ليه، انا بس رسمت بيه الحديد. طيب انا عندي دلوقتي خلاص كل حاجه اترسمت، مش فاضل غير حاجه واحده اعملها قبل ما اودي الكلام ده على الاس بي كولوم. اول حاجه انا عايزك، انا بس انا فارض اي فرض، انت المفروض بتعمل ديزاين لحيطه فلازم تبقى دقيق، ماسك ورقه وقلم قاعد بتحسب. انا ممكن اوريك حاجه مانوال انا عاملها بايدي، عامل ديزاين بحيطه حته بحته ماكسيمم ومينيمم، وعامل كل التشيكات بتاعتي سواء بقى ماكسيمم في الكونسنتريتد، مينيمم في الكونسنتريتد، ماكسيمم في الديستريبيوتد، مينيمم في الديستريبيوتد، وفرضت حديد ان بتوين تمام. وبعدين وصلت للحديد ده، قبل ما تودي الكلام ده للاس بي كولوم لازم تظبط اليونتس، لان هو مش هيسالك انت رسمت بيونت ايه، هو هياخد اليونت بتاعت الاوتوكاد على طول. فاجي اقول له ان الوحدات اللي انا راسم بيها دي كلها ايه، متر، سواء حديد قطاع كل الكلام ده، واقول له اوكي. ايه لا انت لو انت عندك بي وام وام، مين اللي بيقاومه، مكنات ولا الشير بقى هو اللي بيجيب منه الكنات. هاجي اقول له سيف از، وبعدين هقول له مثلا على الديسك توب كده، طبعا هسيبه دي اكس اف، واقول له مثلا وول او كور 1 مثلا. اكسبلود اي اي حاجه في بلوك هو مش هيشوفها، فبالتالي لما بعمل اري بتبقى بلوك، فبعمل لها اكسبلود عشان كل سيخ يبقى لوحده. اي حاجه بتبقى اري بتبقى بلوك، هو مش هيشوف البلوك ده. وكذلك الحيطه برده كلها عملناها، لا الحيطه بولي لاين مقفوله، قلت له اكسبلود مش هيشوف، فالحيطه لازم تبقى مقفوله. لكن الحديد لو انت كل الاسياخ معمول لها بلوك نتيجه الاري مش هيشوفها، بس كل سيخ يعني لوحده اري بالظبط مقفوله، يعني هنا اهو كل سيخ دايره مقفوله لوحدها. طيب لازم اقفل الفايل كمان، يعني لازم اكون قافل الفايل، بقول له سيف از. بص بقى تعالى نيجي على الاس بي كولوم، مش لازم تفتح فايل جديد، ممكن على نفس الفايل اقول له فايل امبورت ايه بقى؟ دي اكس اف. بيسالك الفايل فين؟ هقول له اهو. هيسالك بيقول لك انت عايز لاير معينه بعينها هتجيبها ولا عايز تجيب كل اللايرز؟ اقول له انا عايز اجيب كل اللايرز، انا راسم التسليح على لاير والكونكريت دايمنشن على لاير. فبيقول لي دوس اسكيب لو انت عايز تجيب كل اللايرز، هدوس اسكيب. بص كده جاب الكور، خلي بالك انت لو مش مظبط الوحدات كل الحاجات دي هتضرب تمام. فجاب الكور بتاعك بتسليحه، وكمان قال لك ده فيه تسليح قد ايه، كام في الميه. معلش احنا فايل امبورت دي اكسل، قلت له هات الفايل دي اكسل. طيب بالنسبه للاحمال، الاحمال القديمه لسه موجوده زي ما هي، اجيبها منين؟ فاكرين فايل اكسل اللي قلت لك سيبه على جنب دلوقتي اللي هو دول،
هاجي اعمل فيه نفس الكلام اللي انا عملته اقول له بيساوي كونك كونكاتينيت واختار الفانكشن واجي اقول له اف اكس واجي اقول له خد الاف 3 دي اضربها في 10 المومنت اضربه في 10 سبيس الفانكشن دي معناها ايه؟ والله يا ابني انا مش عارف بس هي الفانكشن دي يعني فانكشن بتاع التكست بتظبط التكست ده لو انا هصمم في البلاستيك هنج انا قلت هاخد كاني هاخد سكشن اوتسايد البلاستيك هنج طبعا لو انا في البلاستيك هنج هضرب بالكلام ده مش في 10 بقى يعني 12 ونص بقى وبعد كده هقوم اقول له الكلام ده مضروب في 10 واقول له اوكي هتطلع لي بالشكل ده اقوم اقول له كرر لي الفانكشن دي لحد تحت هم دول اللي انا عايز اصمم عليهم هاخدهم كده كوبي كنترول سي لا كان برضو فكره في واحد لكن مش شير يعني مش عايز اسمه شير في ما برضو زمايلك ناقشوني قبل كده في الموضوع ده هو قال لي انا مش عايز اعمل فيلر للشير يعني طب وكاتبها كده في ورقه بقى متاكدين هو مش راح طيب تعالى نفتح الورق بتاعه بص لا لا هو كان مديكوا كده شير وول اكزامبل مش ده المثال اللي انتوا كنتوا بتحلوه هو ده صح طيب تعالى كده ننزل الحته بتاعه الديزاين فور مومنت اول حاجه كيو بروبابل ضرب واحد وربع ماشي تعالى قبل كيو بروبابل ده مثال لتصميم بتاع حيطه متأكدين ان مفيش اهو بص بقى البروبابل البروبابل مومنت سترينث ام بي ات بيز بص ات ايه ات بيز The moment at the base of the wall when a plastic hinge forms will exceed the moment capacity of the wall. It could be estimated by multiplying the moment of resistance of the wall by 1 وربع. طب ماشي ما انت هتديزاين ايه طب وليه والام بي لما اضربها في 1 وربع هيحصل ايه؟ لا ما انا كاتب واحد مش هتجاب بيه الكنات لا هو طالما كتب الام كده تضرب في واحد وربع البي استيميتد ديزاين شير يعني هو عامل الديزاين شير فورس لوحدها والبروبابل مومنت ات ذا بيز لوحدها طيب على العموم يعني نفتح الاس بي كولوم كده سوري الفايل اللي هو التكست اللي انا عامله اللي اسمه كور ده واقول له ان انا عندي 7 انتر وهم تمام واقول له كنترول سيف واقفل الفايل تعالى كده نقول له فايل امبورت داتا فاكتور لودز اقول له الفايل اهو اسمه كور فاكتور لودز هتلاقيهم نزلوا هنا تعالى نعمل كده سولف اكسكيوت كده القطاع بتاعنا سيف طيب تعالى كده نشوف سيف بقى قد ايه يمكن سيف قوي نشوف مثلا ادي اول نقطه الاربعه هنا طيب تعالى مثلا 89 الاثنين هنا تعالى 200 الخمسه هنا 3 هنا باشمهندس هو قرا الدوائر اللي عملتها ليك ان هي ايوه طبعا محطه تسليحيه قال لك 1 بوينت مش فاتح الكود ده كنت فاتح الكود ثاني مش بيشتغل بنفس يعني هو انا كنت فاتح الكود الامريكي ايفر هو نفس الرسم هو يقراها تسليح هيقرا الديامتر ده ويقول لك الديامتر ده كانت الاريا بتاعته بكام طيب انا كده واضح ان انا حاطط ايه تسليح تقيل طيب افرض انا بقى عايز اخفض التسليح هتيجي هنا مثلا على اللوحه اللي احنا كنا رسمينها يعني افرض مثلا يعني هتغير ال 20 دوت هنعمل سيلكت سيميلر كده لا هو كده هختار كله ادي ده كان فاي 20 وده مثلا كان فاي 20
عايز اغير كل الاقطار دي، هاجي اقول له بي ار ومثلا عايز اخليها فاي 16 مش فاي 20، هاجي كده اقول له الريديوس بتاع دول 0.008 انتر. طيب وفاي 12 مثلا يعني كل دول ثانيه كده دي كانت بلوك، تعال نشوف جابها ولا ما جابهاش. بص ما جابهمش، شايف اللي كان بلوك؟ لو انت عملت زوم ان هنا بص كده شايف اللي كان معمول بلوك ايه؟ ما جاش. ده معناه ان اي حاجه بلوكد ادوس اكسبلود وسيف. طبعا على فكره ده في ناس اصلا ساعات لما بتيجي تعمل ديزاين للحيطه ممكن ما تاخدش في اعتبارها ديستريبيوتد رينفورسمنت وتصمم على الكونسنتريتد بس، والديستريبيوتد ده يحطه المينيمم كايه كحاجه سيف يعني. طيب انا هعمل ايه بس دلوقتي؟ هاجي امسك الحديد اللي هو ال 12 ده. لا ممكن تحط فاي 10 تمام. تعالى كده هنا بقى في بي ار، تعالى وليكن نخليه 0.005 وتعالى كده نقول له سيف از على الديسك توب نخليها كور 2 سيف، وتعالى بقى نقفل الفايل ده ونيجي هنا نقول له خلي بالك هنا نسبه التسليح 1.84. لما اجي اقول له فايل امبورت داتا سوري فايل امبورت دي اكس اف كور 2 اسكيب، بص كده نسبه التسليح هنا 1.26. تعالى نقول له كده سولف اكسكيوت حل. تمام تعالى كده نشوف النقط، او ادي اول نقطه 4 هنا 89 2 هنا 1 ايه دي اسم رقم الكومباينيشن اللي هي دي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 وهكذا بقى. ده معناها ايه؟ ان الكور ده كان كبير وكان ممكن احمل عليه كل اللاترال لودز، معناها وجود كور تاني ملوش اي لازمه. تمام؟ يعني ان انا لو حطيت فيه المينيمم رينفورسمنت والقطاع المينيمم كان ممكن يشيل كل حاجه، فبالتالي كان ممكن الكور معناها النقط دي جوه قوي. ده معناه ان الايه؟ ان الكور ده سيف زياده، استخدمت فيه تقريبا المينيمم رينفورسمنت مركز وموزع. فبالتالي ايه؟ انا اصلا البلان دوت كان عندي فيه تو كولز. لو جيت انا قلت شو قول دي كان عندي اثنين كولز، كان ممكن يبقى كول واحد هو اللي شايل ايه؟ شايل كول الكلام ده بدل اثنين كول. وكان يجي له كل الايه؟ كل الشيل بتاعت الزلازل وكل حاجه بتاعت الزلازل وهكذا. ايه؟ طب ما هو هيحصل تورشن، الكور برضه هيشيله، شير برضه وتصمم على الشير الزياده ده، احسن مصرف واقوم احط كورز يبقى له مصاريف عاليه. بصوا يا جماعه، اول ما مشروع بيروح لمكان معين يعمل له حاجه اسمها باليو انجينير اللي هو هندسه القيمه، يشوف بقى هل الكلام ده مضروب ولا معمول صح ولا غلط ولا السياح فيه محطوطه. اكتر حاجه بتكلف فلوس الشير وولز الراف، دول اكتر حاجه بتحط فيهم فلوس. فبالتالي يبتدي يشوف تستحهم محطوط صح، هل فيهم هدم، فيهم حاجه بزياده وهكذا. فبالتالي حاجه زي دي ده انا ممكن الغي كور كامل واقوم احط كور واحد او اوزع كام حيطه والموضوع ايه؟ خلص. تمام؟ طيب انا لو عندي حيطه وهعمل فيها كونسنتريتد رينفورسمنت برضه هرسمها على الكاد وابعتها. اي حيطه بقى قيس على ذلك اي شيل اليمنت هتاخد فيه سكشن كات، يعني الاعمده سهل ان انا اجيب الرياكشن عليها لانها نقطه، لكن الشيل اليمنت ده اريا، فبالتالي اخد فيه سكشن كات واعمل نفس الكلام اللي انا عملته على الاس بي كولوم. تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف احنا من الاول كده خدنا ايه؟ عشان برضو الناس اللي واقف منها اي حاجه في نص الكورس تبتدي عرفت احنا خدنا ايه وما خدناش ايه بالظبط.
طيب اول حاجه احنا بدانا بالساب وتعلمنا عليه المبادئ بتاعته وقعدنا اتكلمنا بقى في الشيل اليمنت والبليد وكل المبادئ بتاعه الساب اللي هي البرنسبلز بتاعته وقعدنا فيها يجي ساعتين. بعد كده خدنا اكزامبل بسيط كان تراس وبعدين خدنا فريم وخدنا بيم. ده كان اول حصه. وبعدين جينا الحصه اللي بعديها خدنا موفينج لود وبعدين خدنا سلابس وجربنا البلاطه اللي هي كانت 15 في 15 و5 في 5 وبعدين شلنا الكولومز فكانت سوليد مره وكانت فلات وز مارجنال بيم مره ومره خليناها بانل بيم صح؟ تمام؟ بعد كده عملنا بلان كبير شويه كان فيه شير وولز اللي هو كانت 29 في 29 ده عملناه على الساب وبرده خدنا الاوتوكات. ازاي نعمل عليه ايه؟ دي اكس اف صح؟ وازاي اظبط الدي اكس اف ده وابعته على الساب؟ وقفلنا الساب ده بايه؟ ازاي نعمل تانكس صح؟ خدنا ازاي نعمل التانكات والكلام ده. بعد كده خدنا حصه ازاي نعمل فيها ستاتيكال سيستم. كان حصه كان تقريبا نص حصه او ثلاث ارباع حصه كان حصه كبيره خدنا فيها ازاي نعمل ستاتيكال سيستم كويس وخدنا انواع الكاميرات الكاميرا بقى المقلوبه والكاميرا المدفونه والكاميرا الليفل بيم والكاميرا البروكن وخدنا كل الكلام ده ومسكنا بلان شوت عليه كل الكلام ده واحده واحده ازاي اقدر استخدمه ده فين في الستاتيكال سيستم. بعد كده خدنا ايه؟ خدنا ديزاين. قبل ما نخش في الايتابس قعدنا في بقيه الحصه كان بعد مع التنكات خدنا موضوع الديزاين ده. الديزاين بقى بتاع الجرافيتي اللي هي سلاب بيم كولم كشورت كولم وهكذا وخلصنا موضوع الديزاين ورينا الاكسل شيت ازاي دي الانبوت ازاي اطلع نتائج واعمل لها جروبنج سواء كان بيمز وجداول الكاميرات وجداول الاعمده وازاي ارسم الكلام ده على لوح تطلع في اللوحه ازاي واشوف الحديد الاضافي ده يتحط منين لفين. خدنا كل الكلام ده في الموضوع بتاع الديزاين. بعد كده خدنا ايتابس وعملنا عليه بلان اللي هو 29 في 29 ده المفروض ان انتوا كنتوا تكونوا عملتوه تمام والمفروض كان في كذا هوم ورك تاني بس على الاقل كان باقي تعمله. وبعدين خدنا سيم وخدنا برضه البلان اللي هو 29 في 29 ده وعرفنا الفرق ما بين الساب والايتابس والسيف وكل الكلام ده والمفروض كل واحد بيعمل عليه ايه. خدنا ازاي نعمل دي اكس اف ونبعته لمين؟ للايتابس للسيف. وكمان خدنا ازاي نبعت من الايتابس للسيف اللي هو ايه؟ كان الاكستنشن اسمه ايه؟ الاف 2 كي فايل ازاي ابعت ستوري. بعد كده خدنا فاونديشن والفاونديشن دي اتكلمنا فيها في البرنسبلز بتاعت الايزوليتد فوتنج وخدنا الرافت والرافت اون بوينتس وازاي اعمل كل الكلام ده. خدنا الساب بتاعهم وقلنا ازاي الموضوع صعب ومعقد كمان ان انا اقعد احط النقطه بنقطه وخدنا ازاي اعمل الكلام ده على السيف سواء رافت او رافت اون بايرز وخدناها ازاي نبعتها من الكاد للسيف. بعد كده دخلنا في موضوع ادفانسد شويه اللي هو الايه؟ السايزميك والويند صح ولا ايه؟ خدنا حاجه اسمها الايكويفالنت ستاتيك ميثود وخدنا حاجه اسمها الريسبونس سبيكترال ميثود وخدنا ازاي اتشيك على الموديل بتاعي تمام. خدنا ازاي اتشيك على الموديل بتاعي واعمل كل التشيكات بتاعتي. بعد كده النهارده بقى خدنا اللود كومباينيشن بتاعة الويند ويند وإرث كويك تمام. بعد كده خدنا الـ SP columns وإزاي نعمل ديزاين لكولومز وولز على B وM1
وام 2 تمام. ازاي اعمل كل الكلام ده؟ فبالتالي احنا خدنا حاجات كتيره جدا حوالي اكتر من 30 ساعه يعني حوالي 35 ساعه قعدنا نمسك الحاجات دي وكنا بنقعد في حوالي في حصه 4 ساعات. خدنا كميه حاجات كتيره جدا لو حد سقط منه اي حاجه انت تقدر تعرف بقى انت ايه اللي وقع منك والفيديوهات موجوده سجلها مره واثنين تقدر تبص انا وقع مني التانكات وقع مني الاستاتيكال سيستم وقع مني الايتابس وقع مني اي نقطه من دول اقدر اقعد مع نفسي واشوفها بتتعمل ازاي او اشوف احنا عملنا ايه فيها. الورق موجوده وخدنا الستيرز الورق انا شرحت ستيلز بس مش عارف ممكن يكون في مجموعه شرحته والتانية لا. موضوع الستيلز برده امر بسيط امر بسيط ده هو فريم اليمنت ممكن تشوفه على الفيديو امر بسيط جدا تمام. فبالتالي انت تقدر تشوف الدنيا دي انت ايه اللي وقع منك فيها تمام. الليدز موجوده الورق موجود كل الحاجات معمول لها ابلود على النت تقدر تشوف وقع منك ايه وتبتدي انت بقى تلحق نفسك فيه. فانت لازم برضو الموضوع كله مش ان انت تقعد تسمع وخلاص لا ده لازم اجرب بايدي مره واثنين وثلاثه واسمع فيديو واثنين وثلاثه مش لازم تسمع فيديوهات بتاعه تسمع فيديوهات بتاعه ناس ثانيه ناس عملت مودلز ثانيه مودلز اصعب بتاع شوف ده فكره عامل ازاي ده فكره عامل ازاي ده بيخفض الانيرشيا ازاي بيعمل ايه تمام. وابتدي اسال نفسك هو صح ولا غلط تمام وهكذا بقى لانك انت لو قعدت بقى وركنت في البيت كل الكلام ده هيتنسي. ايه ورقه اللي هو ايه بتاع الزلازل ما هو انا عماله رافعه على النت في الكورس 1 ده اوكي نزل على الجروب نعمل تشيك عليه. لا لو انت خلصت اي حاجه نزل. بص في حوالي اكتر من 300 واحد خد معايا الكورس ده نفس الاكزامبلز بنفس كل حاجه. طبعا بص انا عايز اقول لك بالنسبه للمسجز انا عندي 7000 مسجز فانا لو قعدت رديت على كل واحد مش هخلص. فبعمل ايه لما بكون فاضي راكب المترو راكب البتاع ببتدي ارد على الناس تمام. لكن انا افرض انت بعت لي مسج وانا ما ردتش فاكيد انا مشغول فده معناه ان انا ارفعها في 500 واحد عمل الاكزامبل ده قبلي مش انت اول واحد ولا اخر واحد فهم فاكرين انا لو عرفت هرد ما عرفتش في ناس ثانيه فبالتالي كده نحاول نساعد بعض. انا بس دلوقتي هديكوا اكزامبل نبتدي نشتغل فيه. الاكزامبل بتاعنا ثانيه واحده دقيقه واحده بص كده نطفي النور. دلوقتي احنا معانا انا قلت لكم المفروض يعني وانتوا جايين تكونوا جايبين معاكم البلان اللي اسمه تريننج ده عارف حطيته فين شباب الفايل دوت
ده دور متكرر من مبنى 15 دور. تمام؟ البلاطه اهي معموله قدامنا حاجه مقفوله اهي، شايف؟ هي معموله بولي لاين لوحدها، والاعمده نفس الكلام معموله بولي لاين. اوكي، احنا مش هنتشك على الاعمده دي حوائط ولا لا، احنا هنعتبر الحوائط اللي موجوده عندنا هما الاثنين دول، شايف؟ دول دي حيطه ودي حيطه، وهنعتبر ده كور وده كور وده كور ودي اوبننج. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ ركز معايا كده، هاخد اللاير دي واللاير بتاعت الاعمده دي واللاير بتاعت الفويدز دي واللاير بتاعت الكور دوت، واجي اقول له select similar، وهاخد الكلام ده control، تعال ناخد الهاتش مش مشكله، واقول له select similar control shift c مثلا من الكورنر بتاع العمود ده، وافتح فايل جديد واقول له open control v، حطوا لي عند الزيرو والزيرو. تمام؟ انا مش عايز من دول، خلي بالك بص انا ماشي بالترتيب ازاي، انا مش عايز من دول غير الشكل ده كده. اوكي، طيب دلوقتي انا كان عندي هنا في لاين ناقص، فكل اللي هعمله ان انا هاجي كده هرسم لاين في الحته دي واقول له ماتش ده كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هنا عندي الاعمده معموله بولي لاين كده حلو زي الفل، ماشي، هاجي على الحيطه هعمل فيها ايه؟ هرسم لاين في نصها، هاجي كده اقوم اقول له انا عايز اعمل نيو لاير اسمها وول اندرسكور اي تابس، وبعدين مثلا هخلي لونها اصفر. اوكي، بص بقى انا هعمل ايه بالظبط، هاجي كده همشي في نص الحيطه دي واعمل لاين، وبعدين هعمل لاين هنا في النص عشان اعرف القط نصه، واعمل كده لاين، واعمل هنا لاين في النص عشان اعرف القط نصه، وهكذا بالمنظر ده. انا كده قفلت الحيط، اعمل ايه بقى؟ قفلت في راديوس زيرو، قفلت ما بين ده وما بين ده، وقفلت ما بين ده وما بين ده، وهقفلت هنا ما بين ده كده. انا عايز عندي الاجزاء اللي انا رسمتها دي اللي هي العامل المساعد دي اقدر امسحها كده، انا لفيت حوالين الحيطه صح؟ تمام. عامل اوفست ولا ايه؟ عامل اوفست مثلا من اللي انا عاوزه. عايزك تعمل اوفست من الحيطه براحتك. اوكي، بس خلي بالك دي كان كل لاين لوحده. طيب انا بقى هعمل ايه؟ انا هعمل كابلنج بيم هنا في الحته الصغيره دي، فالكابلنج بيم لازم تبقى على وش الحيطه. يعني انا مثلا هاجي هنا اقول لاين هسميها كابلنج بيم، كابلنج بيم، وهقول له الكابلنج بيم ديت مثلا لونها اخضر وهاكتفها. طيب انا دلوقتي قدامي حل من اتنين، يا اما هخليها تبدا من النقطه دي لحد ما تروح هنا للحيطه، او اخليها تبدا من هنا وتروح كده، بس كده مش هتبقى ملمسه مع الحيطه دي. فهعمل ايه؟ همسك الجزء ده من الحيطه اللي هو اللاين ده، وهعمل له موف واجيبه كده واقوم ممشي دي كده. يا باشمهندس انت كده ما بقتش في نص الحيطه، عادي، ايه المشكله؟ ما هي دي اصلا مكان الحيطه. تمام؟ يعني ال 12 سم دول مش هم اللي هيفرقوا قوي. ماشي، بس انت برضو كنت هتقسم الحيطه معاها. مع ان هي في الحقيقه على وش الحيطه بالظبط. هي قافله على وش الحيطه. تمام؟ على فكره ممكن امشي مش في نص الحيطه، ممكن امشي من بره. طيب ادي بالنسبه للحيطه دي، هاجي نفس الكلام هنا، شايف هنا؟ هاجي اقول له سيم لاين من هنا، وفي كابلنج بيم واقفه هنا عند الوش ده. خلي بالك بص هنا العمود ده مش جاي مع وش الحيطه، يعني لو جيت هنا العمود ده فيه رسمه غلط من الاوتوكاد، يعني هو اللي عامله لو جيت لاحظت كده هتلاقيه مشفت شويه. تمام؟ فالمفروض ده لو انا عايز امثله فعلا ده يتحرك كده، يعني هو فيه غلطه كام مليمتر كده. طيب انا عايز ارسم الكابلنج بيم، هعمل ايه؟ هاجي هنا الكابلنج بيم ابداها من هنا واوقفها هنا، وهنا هبداها من النص واوقفها هنا. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اكمل بقيه الحوائط، اقلب على اللاير اللي اسمها وول، واجي اقول له انا عايز مثلا من النص هنا، هنا في حيطه، واعمل خط في النص كده، اهم حاجه امشي في نص الحوائط.
واجي اقول له فيلت بريديس زيرو واعمل لي فيلت ما بين الخط ده وهنا في جزء من الحيطه في الحته دي كده ده مش عمود بقى ده جزء من الحيطه بقيه الحيطه تمام ما هي اما ايه يا اما ترسم ده بوكس سيكشن وتفرغ الحته دي كله بوكس كده وتفرغ الحته بتاعت ابواب الاسانسيرات دي او تبتدي بقى ترسم ده كانها حيطه عاديه جدا ودي كانها كابلنج بيم سيل اليمنت وهنشوفها ازاي بتترسم كاسبندرال بيم واجي هنا في حيطه واجي امشي في نص الخط دوت كده واجي اقول له فيلت بريديس زيرو ما بين الخط ده والخط ده وفيلت هنا ما بين الخط ده والخط ده وهمسح الخط اللي انا كنت بلقط نصه ده هنا عندي دول اخر حتتين عايز توديها وديها اوكي بس لما في الحته اللفه دي بيبتدي يبوظ الدنيا هنا ما بياخدش نفس الجزء ده يعني بيقوم مدخل مشاف في الديب شويه لجوه طيب انا كده اكتفيت ان انا هعمل دول الحوائط ودي الكابلنج بيمز دي الباوندري بتاعه البلاطه الباوندري بتاعه الاعمده كلها المفروض اتاكد انها مقفوله لو انا جيت عملت سيلكت سيميلر كده كل الاعمده مقفوله تمام بص بقى برده الفويدز هنا ايه معمول لها بولي لاين حواليها هاجي اقول له سيف از دي اكس اف وتعالى مثلا هنا على الديسك توب نسميه تريننج ما انا اتكلمت فيها مره في فايدتها صح؟ لا قلتها ايوه صح قلتها في وقتها كابلنج بيم دي بتخلي الحتتين كده ياكتوا كانهم حاجه واحده هاجي اقول له اقفل الفايل ده وتعالى كده نفتح الايتابس هاجي هنا مثلا هقول له فايل نيو موديل هاجي اقول له مترك اوكي هقول له مثلا انا محتاج دور واحد بس وارتفاعه 3 متر وبلانك اظبط اليونتس كونسيستنت متر وهنا دي طن فورس اوكي هعرف بس الماتيريال هموديفاي الماتيريال ديت واخليها كونكريت 30 نيوتن على المليمتر سكوير عشان هو هياخد منها الحاجات اللي هو هيعملها واقول له ان دي 2 4 1 4 اصفار كده اوكي كده انا ظبطت الماتيريال تعال نجيب الفايل اللي احنا عملناه اقول له فايل امبورت اركتكتشر بلان ونروح على الديسكتوب اجيب البلان اللي انا لسه عامله اللي اسمه تريننج ده بيقول لي الوحدات ايه اقول له متر الوحدات كانت متر صح متر ماشي متر وحطوا لي في ستوري 1 اوكي جاب البلان اوكي هفتح اللايرز من ديسبلاي موديل ويندوز واقول له وريني الاركتكتشر لايرز خلي بالك بقى اول حاجه السلاب اهي فانا اقدر كده اعلم على السلاب بس اول حاجه اعملها ايه الوولز والكولمز تعال نشوف الكولمز اهي واقول له اد كولم اوبشن طبعا اعمده كتيره عقبال ما اعرفها وحط القطاع بتاعها عمل كل الاعمده اللي كانت في البلان بس خلي بالك بقى هنا دوت احنا قلنا هيبقى حيطه صح في الجزء دوت هنا كانت دي هتبقى حيطه ودي هتبقى حيطه فاعمل ايه اعمل ديليت للعمود ده ماشي هنا كان في كور تعالى نبص على البلان هتبقى اوضح شايف الحته دي احنا قلنا ده مش هنخليه عمود هنخليه ايه حيطه صح هنخليه جزء من حيطه طيب تعالى نعمل الحوائط بص بقى الخط الاصفر اللي هو وول اندرسكور ايتابس هقول له اد بيم اوبجكت تمام هيرسم عليهم بيمز لو لاحظت كده هتلاقيه رسم بيمز اعمل كليك يمين عليها كده ثانيه زوم ان الحته من الحيطه ديت ان هي هتبقى على اللاير ده
كنت أنهي دي؟ لأنه رسمها إن هي لا لا هي عشان كانت مقفولة. نبص كده شايف الحتة دي؟ ده كان مربع مقفول فحط فيه برضه ايه؟ لا على اللير كولوم ماشي بس انا كده كده اصلا مش هعمل بيها حاجة انا كده كده مش هرسمها كولوم حتى انا عامل خط عندها تشوف دلوقتي طيب انا عندي دلوقتي ده فريم إليمنت معمول قطاعه نان فهاجي كده هقول له select properties فريم سيكشن اختار لي الفريم سيكشن اللي اسمه نان ده اهو تحت اهو اختار كل الفريمات اللي اسمهم نان هاجي اقول له ايه اديت اكسترود فريم تو شيل واقول له اعمل لي اكسترود سالب 3 لتحت والنمبر 1 واعمل لي ديليت للسورس اوبجكت واقول له ابلاي عمل الحوائط زي ما احنا شايفين كده شايف الحته دي هنا عملها في الحته دي هي شفتت بس انا عشان انا رسم الخط هنا عشان اعرف ارسم الكابلنج بيم طيب تعالى نرسم الكابلنج بيم ونخلص منها نرسمها مانوال كده حاجه فاكرين كنا بنرسمها ازاي بغير بيم بخليها ايه سباندرل واقول له طبعا لازم اكون كنت معرف قطاع الوول يعني لازم كده هو تعالى نشوف هو عمل الوول دي فين شوف عملها على قطاع اسمه ايه سماه سلاب 1 فهاجي كده هعمل ديفاين سيكشن سلاب تعالى نعرف السلاب الاول نعمل دي موديفاي نخليها سلاب 25 سنتي مثلا ودي ونعرف قطاع حيطه وول سيكشن واقول له موديفاي تعالى نخلي دي وول 30 سنتي واجي هقول له بوينت 3 اوكي فاجي اختار بقى السكشن اللي هو اسمه سلاب 1 دوت سيلكت بروبرتيز سلاب تايب سيلكت بروبرتيز وول امال دي سلاب 1 ازاي؟ ما انا غيرتها خليتها سلاب 25 تايب سيلكت طبعا قبل ما اعمل البلاطه واجي اقول له سيلكت سلاب 25 اختار كل الحوائط اعمل عليها اساين ايه؟ شيل وول سكشن وول 30 اوكي تبقى القطاع اللي اسمه ايه وول 30 تعالى نرسم نيجي في البلان طبعا واختار الوول واقول له نوعها سبندرل وول 30 واقول له الدبس بلو 1 متر مثلا تعالى كده نرسم هنا هقوم ارسم كاميرا في الجزء ده وكاميرا في الجزء ده ندوس اسكيب هبص هنا في 3 دي حد لاحظ الكاميرا اللي اترسمت اترسمت اهي تمام هي دي الكابلنج ميم اللي انا بقول عليها ده معناها ان الحيطه دي كانها حته واحده بس انا مفرغ فيها الجزء ده طيب انا كده رسمت الحوائط كلها فاضل ايه؟ فاضل البلاطات والاوبن. مهندس يعني مش معنى ان انا رسمت الكاميرا منفصله ان هي تبقى سنتر صح؟ هي كده مش سنتر. قصدك يعني لا هي بقت كونتينيوس على دي. بس انت دلوقتي اصلا دي مش هتصممها جرافيتي ده دي كاميرا متر في سبان السبان بتاعها متر. هي مين لي عشان الشير هي جرافيتي مسيبه من غير حديد. تمام؟ معموله عشان في شير عالي. طيب تعالى نحط البلاطه، البلاطه هنا على اللاير دي هاجي هنا اقول له اد اريا اوبجكت هتلاقيه عمل ايه؟ عمل بلاطات هنا. طبعا الفويدز عملها لان هنا كان في برضو على نفس اللاير. هاجي كده اشوف البلاطه دي معموله على اول 30 سم اقول له لا ده دي سلاب 25. فكده دي بقت سلاب 25. تعالى نيجي لدي، دي بلاطه فوق بلاطه، يعني انت لو مسكت ده كده وعملت له ديليت فده بلاطه فوق البلاطه لانها كانت على نفس اللاير اعمل عليها كليك يمين وقول له اوبننج يس او هتلاقيه طبعا عمل فيها اوبننج كده بالمنظر ده او تعلم على دي كده ها
هقول له assign shell opening اوكي تلاقي ايه بقت opening. طبعا اماكن الكورز والحاجات دي المفروض يتعمل فيها open على حسب بقى يعني هنا كان في سلالم كان في كور مصعد اسانسير فلازم هنا بقى تعمله opening manual يعني بمعنى لو ده البلان شايف هنا هنا في opening فالمفروض كنت ارسمه هنا في سلم فتعمل opening هنا ده برضو سلم فتعمل opening واحط الاحمال بتاعتهم يعني اذا المفروض هنا manually اجي هنا ارسم بلاطه واقول له نوعها opening في الحته دي وفي الجزء ده لا يعني دي انا لو عايز اعملها اوكي ماشي احنا نسينا نرسم الكابلنج بيم اللي قلنا عليها هنا طيب تترسم ازاي ممكن ارسمها مانيوالي كده وول النوع بتاعها وول 30 1 متر ديبس بلو واجي ارسمها من النقطه دي عايزك تركز ايه اللي هيحصل هنا كده انا برسم كاميرا في الوصله ما بين الجزئين دول فادي اول نقطه وادي النقطه الثانيه رسمت الايه الكاميرا طبعا المفروض تقسم الحيطه وتعمل كل الكلام ده كده انا رسمت البلان عملت الجيومتري مش فاضل غير ان انا احط اللودز اللي عليه امسك البلان ده كده اعلم عليه وطبعا لازم اكون هنا في اللود باترن معرف ديت بقى ولايف وفلورينج اد walls add اوكي وبعدين اعلم على البلاطه واقول له assign shell loads uniform وبعدين اقوم احط live قيمته 0.2 apply واعلم على البلاطه تاني واختار flooring 0.15 apply واعلم على البلاطه تاني واختار walls 0.4 apply اوكي تمام لو انا جيت علمت على البلاطه دي كده كليك يمين هلاقي عليها اللودز اللي انا حاططها انزل بس تحت وليكن عشان ده مبنى 15 دور وامسك كل السبورتس دي واعمل لها ايه ساين ريسترين واحط لي فيكسد اوكي وطبعا لو هعمل ريبليكيت اعمل كليك يمين اد موديفاي جريدز واقول له كويك اد ستوري واضيف كل الادوار مثلا لو كان هو 15 دور ماشي طبعا لو عايز اعدل بقى الادوار ارتفاعاتها اي حاجه اقدر اخش من هنا هقول له اوكي هاجي اقف هنا فيو سيت 3 دي فيو اكس زد 0 مثلا اقدر امسك بقى ده كده واقول له اديت ريبليكيت كرره لي في الستوريز من اول ال 15 لحد الثاني ما تعملش ديليت للسورس اوبشن اول ما اجي اعمل ابلاي هيقول لي انا هعمل ابلاي بالشكل ده وهيبينه لك بعد ما يخلص موافق هتدوس اوكي عملنا المبنى بتاعنا نقدر نعمل لود كومباينيشن اسمها دبليو افكتيف واقوم اعمل رن طبعا طيب ها يا شباب سهل ولا صعب ماشي بس هو ايه الكوب اللي ليه ايه الفرق ما بين ان انا ارسمها كسبرانديتا ولا انا ارسمها قطعه معرفش يعني ايه سبندرل ما هو انا قطاع المتر ده انا اللي معرفه لا ده تصميمها ده موضوع تاني ممكن نقعد فيه يومين يعني حضرتك اصلا كنت معرف القطاع اللي هو الاول صح القطاع ده اللي هو ايه انا قلت مثلا فرض القطاع بتاعها 1 متر المفروض اعمل لها ديزاين واشوفها 1 متر ده هيكفي ولا لا تمام اوكي هي في الكود بتاعنا موجود نص صفحه كده عن الكابلنج بيقول لك لو الاسبان بتاعها كذا وكذا وكذا وقانون واحد في الديزاين بتاعها تمام بس هي المفروض يعني يتعمل لها ترايل اند ايرور بس خلينا نعمل اكزامبل ده كده تمام اكزامبل صعب ولا ايه سهل صح نقدر نعمله ممكن نبتدي فيه ما تاخدش في ايدينا يعني تلت ساعه ده انت الاوتوكاد هتظبطه وهتوديه على الايتاب عشان نخش في الستيب الجديده ادينا قاعدين مع بعض كده ونشوف كل واحد هيعمل ايه عايز اشوف بقى هيبان دلوقتي الناس اللي شغاله من اللي ما اشتغلتش اللي كان سريع واشتغل الموديل ده مش هاخد في ايده غلبه عايز
وكل الكلام ده مضروب في واحد ما عدا اللايف مضروب في كام؟ في ربع او على حسب طبيعه المنشا، واخش في الكود اشوف الاب سايت بكام. تمام؟ المفروض بقى اقول له اعمل لي ران دلوقتي وطلع لي النتائج بقى. تمام؟ بس قبل ما اعمل ران طبعا اكون مظبط الميشنج ومظبط كل الحاجات دي. المهم هيطلع وزن المبنى برقم. هفتح الاكسل شيت، انا زي ما اتفقنا نبقى سويل تايب سي نورمال ستراكشر، بعد كده زون 3. هلاقي هنا عندي رينفورسد كونكريت، الار بتاعتي بخمسة. هم حسبوا دلوقتي وزن المبنى كان تقريبا 17000 وحاجه طن، وكان نصيب كل دور من الدبليو افكتيف كان 1100 طن. عندي حطيت 15 دور وقلت له ارتفاع الدور 3 متر. خلي بالكم يا شباب عشان الكلام ده انتوا هتكملوه بقى مع نفسكم. تمام؟ بعد كده عندي جراوند فلور 3 متر، التيبيكال فلور هاي 3 متر، والسي تي هقول له اذر، وبعدين هو ايه؟ هيبتدي يقوم. اول حاجه انا كده حطيت كل حاجه هو عايزها، والتايب اوف ستراكشر تايب 1. بعد كده هقول له ديزاين، هيقوم يقول لي البيش شيت ب 534 طن. هقول له انا عايز كالكوليشن شيت، هقول له مثلا انا عايز اسميه جيت نيم مثلا، سيف. هقوم يفتح لي الكالكوليشن شيت ده، هفتحه، بيقول لي ادي الحسابات بتاعتي. انا عايز منها ايه؟ عايز اخش على الفاليوز واخد الفاليوز دي، كنترول سي، تشيك كورنرز، اوكي، واعمل فايل كده. اعمل ايه؟ انت عندك كل حاجه في الطباعه اور وبعدين هفتح الفايل ده واقول له حط لي الارقام دي هنا، كنترول في، كنترول سي، واقفل الفايل. طبعا زعلان ان انا عملت ران، حاجه مأساويه فعلا. الفايلات دي لعنه. بص هو انا كده بعمل ران عشان اجيب دبل افكتيف بكام، ماشي؟ فجبت دبل افكتيف، هعمل الكلام اللي انا عملته على الاكسلايه دي، طلعت الريسبونس، هفك الموديل او مدخل ريسبونس سبيكتر، وبعد ما ادخله مره في اكس ومره في واي. يعني اول حاجه اعرفه، وبعدين احطه مره في اكس ومره في واي، اعمل ران اطلع الاف بيز للاكس والاف بيز للواي وتشيك. طيب دلوقتي انا لو عايز اطلع دبل افكتيف هعمل ديسبلاي، ديسبلاي شو تيبلز، واقول له اناليسز ريزلتس. ناس تركز معايا، لا انا بشوف ناس ولا كانها سمعت الكلام ده، بقوله مره واثنين وثلاثه واربعه، بعدي على ناس ولا كاني بقول اي حاجه من الكلام ده. هاجي اقول له انا عايز الكلام ده نتيجه دبل افكتيف، قال لي وزن المنشا كام؟ 16512. لو حد طلع نتيجه ثانيه غير دي يبقى اكيد كان مستخدم سمك حوائط ثاني، الماتيريال مش متعدله، اي حاجه من الكلام ده. سمك البلاطه مش 25، وهكذا. الفويدز عمل فويدز ما عملش، يعني ممكن ما يكونش عمل فويدز داخليه هنا، طبعا كل دي بتعمل اوزان، وهكذا. فلو حد مش مطلع نتائج زي دي يبقى اكيد هو عامل فايل في حاجات مش موجوده زي اللي عندي. هتعمل ايه؟ هتقسمها؟ انا شايف يعني كده معموله كويس، يعني مش حاجه وحشه. طيب بعدين خلاص عرفت الدبل افكتيف، ممكن بقى لو عايز تعيد الشغل تاني وتقوم مدخل تقسمه بقى على 15 دور وتعرف نصيب كل دور كام، تبتدي تعمل الكلام ده. انا هفك الموديل عشان احط ريسبونس سبيكترم. تعالى كده الفايلات دي مره نحطها هنا، اتحطت. هاجي هنا اقول له define function response spectrum،
هقول له from file add new function browse من على الديسكتوب اقول له text files هنزل هنا صح هتلاقيني انا حطيته هنا اللي هو ده واقول له open اقول له convert user defined ادي response spectrum واجي اقول له اوكي اوكي طيب بعد كده هاجي اعمل define load cases add new case ونسميها response spectrum add view 1 واقول له خدها انا سميته function 1 ما سميتوش يعني كان اسمها function 1 واقول له الرقم ده بواحد اوكي وبرضه انا ما سميتش دي تعالى اعمل لها موديفاي كده عشان بس تبقى معلمه ار اكس اد كوبي وتعالى كده نخليها ار واي وبعدين نفس الكلام بس في اتجاه يو 2 اوكي اوكي لو انت عايز تغير اسم الفانكشن اللي هي فانكشن 1 دي عايز تعمل لها موديفاي نسميها اي سي كده ماشي بعد كده اعمل رن واشوف النتائج اللي هتطلع لي شكلها عامل ازاي بس تعالى كده نعمل فايل سيف از سيف وبعد كده اعمل رن طيب يا ترى ايه الخطوه اللي هعملها بعد الرن ها اعمل تشيكين اللي هم ايه بقى هطلع البيز رياكشن نتيجه اول حاجه اعمل بيز رياكشن هتشيك البارتيسيبيتنج ماس ريشيو وصلت 90% ولا لا ازاي سيجنلز شو تيبلز وبعد كده المودل بارتيسيبيتنج ماس ريشيو واشوف السم بتاع يو اكس والسم بتاع يو واي والسم في روتيشن اباوت زد طب عديت 90% اروح ابص على الاف ريز اللي طالعه من الار اكس هتلاقيها مثلا 200 طن و200 طن، لما انا كنت جايبها 500 يبقى اقسم 500 مضروبه في 0.85 وليس 500 كده 85% منها واقسمه على كام؟ على ال 200 اللي طالعه اللي هي الاف بيز اللي طالعه في اكس وواي تمام؟ طلع ان الفاكتور 2 هعمل ايه؟ فاكرين وانا بعرف يو 1 ايجيبشن كود اوف براكتس كان في سكيل فاكتور؟ او بره في السكيل فاكتور ده واقوم معلي النتيجه اللي طالعه تمام؟ هو انا كده خلصت خلي بالك ال الناس بقى انت المفروض بقى تروح تكمل الكلام ده مع نفسك كل الكلام ده موجود في فيديو حاطه اونلاين يعني لو دخلت انت كده هتلاقي فيه فيديو يعني كل الكلام ده خطوه بخطوه متسجل على الفيديو ده وبرده موجود هنا في الفيديوز دخلت اهو المبنى اهو اسمه سيشن رقم 13 لاترال اناليسيس اوف مالتي ستوري بيلدينج لو انت دخلت حتى كمان في البلاي ليست هتلاقي المبنى بس بيتعمل لوحده هنا في البلاي ليست اللي اسمها كورس 1 اخر فيديو اللي هو رقم 13 ده هتلاقي نفس المبنى بيتعمل ستيب باي ستيب فانت بقى تمشي وراه واحده بواحده اللي ما تبيعش اللي بطيء اللي بتاع فانت عشان تلم كل اللي احنا قلناه في الزلازل وفي الايتاب لازم تعمل ده عشان نقفل موضوع الايه؟ موضوع الايتابس واللاترال اناليسيس ده خالص لازم تعمل اكزامبل فعلى الاقل الاكزامبل ده احنا بقى لنا حوالي ساعتين فيه او ساعه ونص فبالتالي انا من رايي يعني روح البيت انهي الموضوع ده خالص عشان تنهي الكورس ده من اوله لاخره لان هي دي الفاينل انت لما تيجي تعمل مبنى في المشروع هتعمل موديل ايتاب بتاعه وتدخل عليه الكلام اللي احنا قلناه تمام؟ فانت عشان موديل ايتاب بتاعك يظبط اقفل الليله دي كلها النهارده اعمل الموديل ده النهارده لحد ما يطلع نتيجه محترمه يعني تمام؟ كيف بالتوفيق ان شاء الله ربنا معاك. هقفل الفيديو الناس اللي عايزاه ممكن